بدك المصاري ما هيك؟ بيوصلوك خلال 10 أيام، منيح؟ ما تاكل هم. بس 25,000؟ العمى. أوه العمى. خليني ورجيه، على طول قاعد لا شغلي ولا عملي. بوبي بوبي حلو. لك شو عم تساوي؟ السيد كارسان بده ساوي شي بقى. أنا اللي رح ساوي. شو اللي رح تساوي؟ عم فكر بشغلات حلوة. لك أنت فكر بالشغل يا بوبي، بالشغل. هذا اللي عم بعمله الطريقة رسمية، وبعد شوي رح تصير عفوية. كيف؟ بشغل مثل هاد. شو هاد؟ بوسات. ايه شو قصدك؟ هيك قصدي. ايه بكفي بوبي، انا من غير شي كرهان حالي هلا، لانه بوجة ركبت علي كتير ديون من ورا تصليح البيت والمكتب. بالفعل انت حلوة. طلع 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 فواتير. ما بتعرف انه الزواج مثل الورشة؟ الرجال بيشتغلوا والنسوان بيصرفوا. شفت؟ جو لك شو هالموسيقى هاي؟ فهمني شو عم بيصير هون؟ لازم الواحد يكون مزاجه رايق ليصمم. وقفة وقفة، هالموسيقى مريحة. مريحة؟ إذا بيجي راجو بيسمعها رح يصير بدك مسكن لتروح الوجع. المهم الحمام جاهز؟ ايه تقريبا. حلو. مدام إليلي، أنا واحد من أحسن مصممي الديكور بهالبلد، بس ما بعرف ليش هالقاسي بيكرهني هيك. ما تحكي عنه بهالطريقة، هو مانو صعب وقاسي. أوه مانو صعب ما؟ أنت بتزعلي عليه مدام. الله يكون بعونك. أنا كمان كنت مجنونة مثلك، وكتير كمان، وكنت حب هاي الموسيقى كتير. بس بالحقيقة من لما تعرفت على راج كل شي تغير وراحت هديك الأيام. تشرب قهوة؟ أكيد. تشيلي جاية. شو بحب اسمعها لهاي الكلمة. ليكني اجيت. كيف بعمل لك مدام؟ كيف؟ وين بدك أعمل لك مدام؟ شو عم تحكي؟ أنت بتحبي أعمل لك مدام؟ تشيلي اسمعي، بيقولوا تفضلي، شو بدك أعمل لك مدام؟ صح. ولا نسيتي الدروس اللي تعلمتيها؟ أنت رحتي عالسوق مدام؟ إيه رحت. حلو كتير. تشيلي هدول ماركة مدام ما هيك؟ طبعا. تشيلي تشيلي هي ما فيكي إنك تقولي عنا ماركة مبين عليها بالي. إيه نفس الشي. أنت شو عندك اليوم المساء اللي؟ شو قالت لك بصوت واطي؟ تشيلي جيبي قهوة يلا. حاضر مدام. قهوة بلاك. أمرك مدام. أنا بموت بالبلاك. أنا بموت بالأسود. لك شو عم تعمل بوبي؟ فهمني شو عم تسوي؟ ومين هاي؟ شو هاد؟ هاد بيقولوا عنه التأسيس يا صاحبي. في حدا مدبر لي موعد معه اليوم المساء. بوبي أنا كتير آسف، بس المساء عندك موعد مع زبون، وبتعرف هذا الزبون كتير مهم، ولازم تأسسه بشكل مميز لتعرف تستفاد منه. وراح تروح. أكيد رح روح. برافو شطور. بس مو لهنك. معقول تنزعلي أحلامي ومخططاتي كلها هيك؟ شوف كل القصص يلي بيناتنا واضحة، ومن الأول كنت أنت الشريك يلي بيشتغل وأنا الشريك يلي بينام على طول. إيه مزبوط، بس لما بيعرفوا هالفراشات الحلوين إنه ما فيك تقدم لهم مصاري بتكفي لحتى يشتروا هالقصص، تأكد إنه رح يطيروا. هذا الحكي وقت يكونوا فراشاتي بدون مصاري مني، بس هنن ما بدون غير العواطف. طيب بوبي قلي أنت كيف بتزبط هالقصص هيك؟ هذا السحر بوبي تشافلة اللي ما بيخيب. بس أنا رح أقدم لك هدية. رايح شي على موعد مدبر؟ بنوب. وإنت حابب تروح وتجرب هالشي؟ هلا انه حلو حلو حلو، لكن انا رح لاقي لك بنت عمي. شو هالمسحه الحلوه عن جد، شو هالمسحه الحلوه. قصدي ليك فكر فيها شوي، يعني اطلع على حالك بوبي، انت عندك مره حلوه ومتفهم كتير وبتسمع كلمتك، وهي بتدللك كتير كمان. هو قصدي انه متعاوني معك. هاي فكرتي، في كتير مواصفات وكتير نسوان كمان، بس القوانين ما بتسمح الا بمره واحده، فشو نعمل؟ منتركهم هيك يطيروا منا؟ اي بس انا اللي قصدت بحكي مرتك الوحيده بريندا. مصيبه يا حبيبتي، مو معقول منين اجتني هالمصيبه، ما رح تصدقي. مو معقول. تعي 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 عادي بسرعه. شو صاير؟
قولي لي بالأول، راج وبوبي بمكاتبهم ولا لا؟ مثل العادة بمكاتبهم، عم يشتغلوا على فشلهم. صار لهم 3 سنين وما نجحوا ولا بشغلة واحدة. وأنا من زمان ما تسوقت ولا شي جديد. أنت مهمة غير تتسوقي؟ فكري بمشاريع عليها القيمة، مانك متضايقة؟ لك أنا رح أطق. كتر خيرها الست ميهرة اللي ساعدتني لحتى غير كل شي بهالبيت، يعني المشاعر والهالة والديكور والجو وكل شي حوالي لحتى أكون قاعدة مرتاحة. خدي نفس ولا حرف. اليوغا بتهديكي، خدي نفس يلا. أنا مو مهتمة باليوغا. خدي شهيق. زفير. شهيق. بريندا، امتى رح تقولي زفير بقى؟ هالشي مو مهم. بس أنا معي ربو. الربو مو مهم. يعني ممكن موت يا غبي. كمان مو مهم هالشي. كيف؟ ايه بوجه، المهم انه الليلة في عنا عشا عمل. ايه صح، هالشي كتير مهم وبتمنى ننجح بهالصفقة ونرتاح. رح تنجحي فيها، رح تنجحي، عم ادعي لك. شو قصدك بتنجحي؟ انا قصدي ما رح اجي على العشا. شو؟ لانه يعني شو بتفرق كل هالسنين نفس الاعلانات ودعوات العشا المملة؟ هاد مو جوي. وغير هيك كمان انا عندي مخططات تانية المسا. شو هالمخططات؟ هاد يلي بدي احكي لك عنه، بس مو هون. بوبي وراج ممكن يجوا بأي لحظة على غرفة النوم. ايه تعي. بس استني. لك تعي يلا. ايه طيب بس استني. شوفي. مو معقول، تخت كتير حلو، بيجنن. حلو ما هيك؟ حلو كتير، لو سمحتي فيني دشنه. انتي وبوبي بدكن تغيروا التخت ما هيك؟ بوبي شو يا جدبة، انا وهاري بدي اعمل تغيير. مين هاري؟ حكيت لك عنه، شو نسيتي؟ هاري بالسينج، استاذي باليوغا. اوه هو ما غيره؟ ايه تخيلي عندي موعد معه الليلة. وبكل جرأة عم تقولي انه في عندك موعد معه؟ يعني عم تخوني لبوبي؟ كتير بتزعل الطريقة اللي عم تخونه فيها. ليك يعني انا بعتبرها مثل مباراة تدريبية بتساعدني على المباراة اللي بلعبها مع بريندا بالبيت. تن يعني لمصلحتها. اوه انت قصدك انه هي المباراة تبعك لمصلحة بريندا؟ عم تعملي علاقة مع أستاذ اليوغا تبعي؟ ايه، وحتى تأثيره كتير قوي يا حبيبتي. وحتى تأثيره كتير قوي يا حبيبي، قصدي الطريقة يلي بتكتب فيها والطريقة يلي بتحكي فيها واختيار الكلمات، يعني هي بتقلك شو الوقت يلي بدك يا انت وامتى بدك يعني يكون انا المسيطرة واتوحش. شو الوقت اللي بدك يا حلو؟ شو الوقت اللي بدك يا انت وامتى بدك تكون المسيطرة؟ وتوحش. افكار قوية. هلا كنت عم فكر بما انك رايح تشوف الزبون المساء وانا رايح على كاجوراهو. شو فيها يعني اذا اخذت مفاتيح بيتك؟ لا 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 بريندا مستحيل. كرمالي بو. لا بوبي قلت لك لا. بس انا عطيت العنوان ومشي الحال يا صاحبي. كرمالي. شوفي انا ما بظن انه بوبي هيك ابدا، قصدي هو بالحقيقة حديثه حلو وكمان رجال كتير محترم. عن جد؟ بتعرفي شو؟ بعرف هو أي نوع من الرجال المحترمين. هو كذاب كبير وانتي بتعرفي هالشي منيح. وانتي بتعرفي كمان اني كنت زوجي مخلصة لبوبي تشاف لكل هالسنين. بس خلص طفح الكيل منه. يعني بريندا ما بتشك بطلعاتك بالليل؟ لا ابدا بالعكس، هي مره متفاهمه وبتحترم كتير الجهد الكبير اللي عم بعمله بهالشركه، شركتنا قصدي. وكل ليله والتانيه بضطر اطلع لسلي الزباين المهمين. بتسلي الزباين المهمين اللي ما هم موجودين اصلا؟ ايش فيها؟ معقول بريندا شايفه انك بطلتي تحبيه؟ لو سمحتي ما تحكي هيك عنه، لاني عن جد بحبه، بحبه كتير مثل ما بحب سكرتيرته وموظفة الطباعة وموظفة الاستقبال، وبتعرفي شو كمان طبيبة الاسنان تبعه. هي اللي بتمنى انه تقلع له كل اسنانه وما تخلي له ولا سن واحد. لك بوبي ما انا خجلان من حالك انك تتورط مع كل هالنسوان هاي؟ طبعا خجلان ومتوتر بشكل كبير. كمان وصل عددهم ل 269 بنت من فترة قصيرة، وهلا ما في غير 69. 69 مسكين. بس رقم قياسي نسبيا. قياسي بشو؟ بصحتك. بس هو شخص رومانسي ولطيف بشكل ما بيتصدق، فوق الخيال، عكس بوبي تماما. طيب ليلي هلا لوين وصلتي بعلاقتك معه؟ الحقيقة ما وصلنا للأخير. مو معقول. بس صار بيناتنا شوية دلال. شوية دلال؟ ايه بتعرفي شو الدلال ما هيك؟ بعرفه، صار لي 10 سنين متزوجة. ولهيك تماما عم اسألك.
بس طيب يعني ليش ما بتاخدوا غرفة بأوتيل؟ خلص لأنه الأوتيلات باردة وما فيها خصوصية ومملة وبفضل الراحة ببيتي أكتر. قصدك الراحة ببيتي أنا مو ببيتك. الرومانسية بدها دفى وجو خاص كتير وإنتي بيتك دافي. رومانس ودفى ببيتي؟ عم تحكي جد؟ لك شو عم تساوي؟ يلا بسرعة. لك بتعرف إنه هاي هي مشكلتكن كلكن؟ لك فهموا النسوان ما بيحبوا السرعة أبداً، السلحفة هي اللي بتفوز بالسباق. صحيح. أي ساعة رايحة؟ حوالي الساعة 8. مو قلت لك الساعة 8؟ خلص 8 يعني 8 كلام نهائي. ما فيك تستخدم بيتي مشان بنت تعرفت عليها على التليفون. لا تقول هيك، لأنه مو إذا حكيت معي ورجعت دقيت لها وحكيت معها بكون تعرفت عليها على التليفون. بكل الأحوال لازم تعرف شغلة، بوبي تشافلا ما بيدفع للبنات. بوبي تشافلا ما بيدفع أبداً ولا لشي. ليكو اجا بوبي. تشيلي شي نشربه وبده يشرب ببلاش. واحد مشان الرواق. واحد مشان الرواق. استاذ بدي اقول لك بخصوص الحمام. استاذ بيتي. شو قلت؟ اسف استاذ امتي. شبك مو بيتي ولا امتي، هي بي بيتي يعني بوبي بوشان شافلا با واو وواو تانية وبا ويا. بس انت متأكد بخصوص اسمي؟ ايه في واوتين بوبي. لا مو هي. لا 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 ليش؟ هي بوبي با واو با وبا تانية كمان. ويا صحيح. ليش؟ ايه صح صحيح. ليش انت هون؟ استاذ كان بدي ورجيك تصميم الحمام وقل لك لا 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 مو اليوم، خليها للجمعة. استاذ ما نحن اليوم الجمعة. معناها شي يوم جمعة تاني. بصراحة أنا عن جد ما عم بفهم أنه ليش مرتي لتحط مصمم داخلي للبيت مثل هاد. استاذ مو مصمم داخلي. مصمم ديكور. شو الفرق يعني؟ الفرق حسب قياس الفاتورة. تفرج. ألف روبية. لا استاذ انتبه منيح، لسه في صفر هون. 10,000. شو؟ بهنيك. شكرا استاذ، شكرا لك. أنا رح أدفع من حساب الشركة. أنا برجيك. أستاذ أستاذ انسى كل هذا هلأ وتعال اتفرج على الحمام. اسمع رح يطير عقلك. خلينا نشوف. يلا تفضل لنشوف حمام العشرة آلاف روبية. يلا. رسالة حب، رسالة غرام. مكتوبة بالإيد. بهاي الأيام معقول؟ إيه عن جد حلو كتير. مو هيك؟ إلى عزيزتي الغالية وجنتي الموعودة دقيقة لمنها. شو قصدك يعني؟ بظن إنه هالحكي بيوصفني تماماً. إيه مزبوط. صار وقت وضعيات اليوغا يا ملاك الأنوثة. أنت لما بتكوني عم تعملي حركات التمارين ما فيني هدي حالي، وخصوصي لما تمسكي السهم بهديك الطريقة. نحن لازم نلتقي لأنه ما عاد فيني أتحمل. مين بيحكي هيك بريندا؟ هاري بالسينك. فتنتيني كتير لما عملتي تمرين الفراشة. مو تمرين الفراشة، وضعية الفراشة. ايه هاي الوضعية حلوة. ايه شوفي تركتيني عم بلهت بقوة مع لحظات بتجنن وقت اللي عملتي حركة ال شوفي شوفي هاي الحركة. بريندا زيادة السرعة زادت أعجابي فيكي، والظروف كمان سيئة كتير بس متشوقة كتير لحتى أشوفك مثل الوردة. مشتاقة أشوفك ببيت رفيقتك. ايه ببيتك. رح نضيع ونحن عم نعمل تمارين المعدة لنوصل لشي المثالي، ورح ننهيهم بالأخير بوضعية الاسترخاء. ايه استرخاء. عم يقول حب مجنون ودافي وبوسات لطيفة من هاري سينك ابنه لشعرال برانيش وديولسي. مين بيكون هاد؟ اللي بيحرق لي حريراتي. وأنا بدي مين يحرق لي حريراتي؟ إيه أكيد بو، لازم يصير عندك حبيب، حبيب يحبك ويدللك كتير ويهتم فيكي ويضيع بعيونك البنية الحلوة اللماعة. إيه هذا اللي عم قلك عنه يا حبيبتي، حدا ينبهر بكل شي بتعمليه ويطيرك. تعرفي شو؟ أنت بس روحي لقيلك واحد يحبك. لك روحي. أنا؟ معقول؟ شو انتي جنيتي؟ شو فيني؟ في حدا بيرضى يتطلع فيني؟ مزبوط ما حدا بيرضى. بريندا آخر مرة نكزني فيها حدا على الفيسبوك. ايه وهلأ هو عامل لي متابعة. قلتي متابعة؟ وين؟ على تويتر.
أعطيني المفتاح. شوفي ما معي إلا مفتاح واحد. هاتي هذا المطلوب. انتبهي منيح. ماشي ماشي. معي مفتاح زيادة. شو؟ أنا بحب المفاتيح. اليوم رح أخذك رحلة حلوة. أنا بموت بالرحال. حلو. واحذري شو اليوم رح نستخدم تخته للختيار اللي صممه سبع الشباب جو. في مشروب؟ لا. شوكولا؟ لا. فريز؟ لا. كريمة؟ لا. ما في شي بالبراد أبداً. روحي شوفي. أوه بالمناسبة بتعرفي شو عم تروحي عليكي؟ يعني تطلعي على حياتك وزواجك ممل وناشف. بكل الأحوال الزوج بالعادة ما بيضل حبيب مثل ما مفكرة. كيف؟ يا حبيبتي يعني معقول مفكرة أنه راج بعده مخلص لإلك؟ إيه طبعاً مخلص وما في منه. عم تحكي جد؟ وعنده شريك مثل بوبي؟ عن جد؟ طيب خبريني أنت كيف علاقتك معه؟ شو هالسؤال اللي عم تسألي؟ كل يوم؟ سكتي بقى. أوه. فيني قلك وبكل ثقة مو أكتر من مرة بالشهر. بريندا هالشي مو شغلك. لك شبك؟ النسوان بدهن عواطف ليقدروا يطيروا ويعملوا علاقة، أما رجال فما بدهن إلا مكان فاضي. راج أكيد عامل علاقة مع وحدة تانية غيرك. مو مزبوط. وبتعرفي وقت اللي زوجك بيطلع بيسهر كل ليلة بيكون زوجي المسكين قاعد بالبيت عم يقرأ كتب عن الأولاد. ليش لهلا ما جبت أولاد لكان؟ بريندا لك شو قصتك؟ اطلعي على حالك شلون بدك يعني اسكت؟ شبك؟ لبسي تياب مثل الخلق وروحي عالنادي وحطي مكياج وغيري طريقة حياتك بالكامل وحسي إنك حلوة وطالعي هذا الجمال لبرا يعني مثلي أنا. طلعي حسي بحالك أو رح تخسري على الأخير. لبسي تياب تبين مفاتنك وجذبيه خليه يصير ملكك. الحقيقة أنا اشتريت قطعة سودا اليوم. ممتاز. البسيها اليوم بالعشاء يعني البسيها والفتي له نظر وقد ما فيكي. شكرا باي. مرحبا مدام تشافال. ما بتنقال تشافال، بتنقال تشافلا. تاء شين الف في لام. تشافلا غبيه. تاء شين الف في الف لام. تشافال انت الغبيه. اليوم المساء بورجيك. لك هي موهبة بحد ذاتها ولازم اتبناها بقلبي. عن أي موهبة عم تحكي؟ هي مشروع التأسيس لأكبر قمة خارقة بالعالم وبس نلتقي خلص. أنا ما عاد فيني أنطر أكتر من هيك حبيبتي. طول الليل بحن لك والوحدة اللي بحس فيها ما بكون عم فكر إلا بي بي بشو؟ طولك؟ بطولك. أه؟ شوفي عيونك شو عم بيقولوا. الحب والعواطف كلها والغرام والحنان كمان رح يكونوا إلك أنت وبس. كل هاي المشاعر رح يكونوا إلك حبيبتي. صح تذكرت عندي مفاجأة لإلك. عم تقول عندك مفاجأة لإلي؟ إيه هاي بحد ذاتها مفاجأة. مو مشكلة. شيل اللابتوب من إيدك ووقف بسرعة. يلا 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 يلا. طيب بسرعة. طيب هاي وقفت. غمض عيونك نشوف. اتنيناتهم. اتنيناتهم؟ ايه اتنيناتهم. طيب بس لا تبوسني. ها فتح. يلا يلا. ترى شو هاد؟ شو؟ مشان المساء. أي مساء؟ لأنه بوبي بيصير نمر باللعبة. بوبي بوبي خلاص بس عيب بوبي. هذا هو المطلوب. خلاص خلاص بقى. كتير حلو. عيب منيح كتير صدقني. ممتاز. هذا هو. بس بوبي استنى شوي. هذا هو بطل الليلة. شو هتلعب؟ كل شي جاهز وفوق. خلاص بقى عيب. شوف شوف شوف. مرحبا شباب. شو امتى رجعتوا؟ صار معكم شي جديد اليوم؟ بوبي انت هون؟ ايه بصراحة كنت رح روح بس بعدين قلت بضل شوي. راج كيف طالعة؟ شو رأيك؟ سمينة حلوة. سمينة حلوة يعني خلاص. شايف كيف بيضل بيقول عني؟ لا مستحيل بالعكس انتي نحفانة كتير. ما هيك؟ ما هيك؟ لازم نروح العشاء. يلا جهز حالك. ايه ماشي. تليفون شغل. اهلين راج. ركز باللي عم قوله. عنا عشاء عمل الليلة. حاجة فشل مزبوط. بكفي. التنوع هو طعم الحياة. بوبي لا رح أخده. لا بوبي. راج. راج انت حبيبي الغالي وجنتي الموعودة.
أنت من أي فيلم فاشل جبتي هالحكي؟ مو من فيلم، قريت هالحكي بكتاب وكمان بحبك تعمل رياضة بحركات سريعة وهيك تاخد لي عقلي، بتجنني جنان وفوقها أنت كتير حنون وقوي وحساس. بوجه بترجاكي، ما عاد تقري هيك كتب بنوب. رج لك شو عم تساوي؟ إيه مو هذا بيتي؟ آه صح أنا نسيت. إيه هذا بيتنا وفينا نعمل شو ما بدنا. لا حبيبتي مو بكل مكان فيك. راج أنا كتير متضايقة، أنت على طول مشغول بفشلك وبتضيع الوقت، فليش ما بتضل بالبيت ومنجيب ولد؟ آه أوكي حبي هي هي القصة. لك ليش ما قلتي لي هالحكي من قبل؟ لك تكرم عيونك. يلا حبيبتي رح ننسى عشا الليلة ورح نضل سوا بالبيت مشان نجيب أولاد. هنجل؟ لك إيه؟ يس! لا 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 ما بنقدر، ما فينا. ليش ما فينا؟ نحن بنقدر. فينا نجيب أولاد، ما بشك بهالموضوع، بس مو بالبيت. رح نجيب أولاد بالشارع يعني؟ لا قصدي إنه لازم نروح العشاء بالأول وبعدها منجيب أولاد. لك لا يهمك العشاء. لأنه لا فينا نأجل لوقت تاني. لازم نروح وهلا. لازم نروح هلا. شلون أنا نسيت؟ عشان اليوم كتير مهم حبيبتي، كتير لازم مهم. تمام ما قلت لك؟ ايه صح نحن بحاجة الصفقة هاي. صح ولهيك لحتى أبهر الكل الصبح رحت على السوق. بعرف حبيبتي بعرف، وصلتني الفاتورة وجبت فستانين جداد. ايه بعرف 25,000 من أشهر الماركات. مع أنه هالشي مو من عادتك بنوب. بس أنا هلأ قررت أتغير، رح أتغير يا حبيبي كرمالك. حلو كتير هالشي، بس اعملي معروف لا تتغيري هون في عالم. أنا بورجيك يا بوبي إذا ما بقيت لك. وقت تركتيني عم إلهد بقوة. كيف؟ شو قلت؟ هذا الحكي سمعته على التليفون كتير من قبل. عن جد؟ مع لحظات حلوة وممتعة مثل هاي. كأنه هالحكي ضمن مجال خبرتي. هات أعطيني. كأنه هي الورقة الثانية، وين الأولى؟ بصراحة بوبي أنا ما بعرف، لقيتها هون من شوي. وكمان فيها رسمات ورد حلوة. وقتها أنت تركتيني عم بلهت بلحظات حلوة مثل هاي، وحالة حالة السرعة فجأة زادت عندي. حلو السرعة. شكله هذا الشاب بحب الرياضة كتير يعني. ايه بعرف قديش صعب عليك تهربي من زوجك والظروف كمان سيئة كتير. بس انا كتير متشوق لحتى اشوفك. وانا كمان. بس وين الورقة التالتة قلي؟ انا ما بعرف وينها يعني. انا قلت لك اني الورقة التالتة هي الحاسمة، لانه الاولى فيها رؤوس اقلام والتانية مملة لانه صفحك. اما التالتة صدقني فيها تشويق كتير. هي اللي بتقراها كل يوم. تماما مندور. اذا ما كان في تشويق بالحياة وقتها. لحظة انا هون لقيتها، لازم تكون بشي مكان. ما في شي منيح. بوبي. نعم. خلص عرفت، فهمت كل شيء. اللي شو اللي فهمته؟ هاي ورقة من رسالة حب طويلة، وأكيد في ورق غيرها. مشان تعرف شو في بهالمخ. إيه بس بتعرف شو؟ شو رهش؟ أنا مو عاجبني كل هاد على شو فكرة. قصدك؟ قصدي إنه تشيلي وصلها رسائل مثل هاي ببيتي، فهذا الشيء ما بيعجبني أبداً أبداً. رهش إيه؟ هاي الرسالة مو لتشيلي. وانت كيف عرفت بهالشي؟ لأنه حسب المكتوب وبهي الجملة بعرف إنه صعب كتير عليك تهربي من زوجك والظروف سيئة كتير، مزبوط؟ ايه ايه صح. أنا هلأ فهمت شو المغزى، لأنه تشيلي لسه مو متزوجة. بالضبط هيك بالضبط. مين ممكن يكون غيرها؟ قولتك مين الزوج بهذا البيت؟ شابك بوبي، ما في زوج بهذا البيت غيري أنا. بوجا؟ لا 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 ماني مصدق، كيف فيها تعمل فيي هيك بوبي؟ نحن صرنا 10 سنين مع بعض مو قلال. تعرف أنا ما عم بفهم.
هي ليش نطرت كل هالوقت؟ كيف؟ قصدي انه ليش لتروح لحدا تاني اذا انا كنت بالبيت؟ بوبي انت ايه؟ لك شو شبك؟ انت مخك طائع على الاخر ولهيك صارت معك هي القصة. يلي بقصده انه انا عندكم بالبيت على طول وكان فيها تتصل فيني كوني خبير بهي الامور وتخبرني شو عم بيصير معكم وشو يلي مضايقة بالضبط. وكنت اشتغلت على القصة وحاولت انه اثر عليها شوي وغير مشاعرها. وخلاصة الحديث هلأ انه الزواج من مرة واحدة مو منيح بالمرة لانه الانسان بيعملها وحتى القرود كمان. فهمت علي؟ شو؟ انه انا انسان وانت قرد كمان ما؟ اسمه انسان بدائي. بدائي ولا نهائي؟ بتعرف بوبي؟ مع انه شغلي مو زيادة بس انا لحد هاي اللحظة مو منقص على هالشي ابدا. وبالشي التاني مقصر كتير. انا حبها كتير بوبي. الحب بيبدأ بحرف الحاء وشكلك ما بتعرف شو بيعني. بجوز هي بحاجة هالشي. شو قصدك لا؟ قصدي الحميمية. بشو فكرت؟ نفس الشي. متأكد؟ عود لقلك. انت عم تلبي لها حاجاتها؟ ايه طبعا اكيد. ايه قلي كيف علاقتك فيها؟ منيحة. بظن امتى اخر مرة؟ انت شو دخلك بهالشي ولا؟ انا تحديدا دخلني بهالشي لهيك قلي امتى كانت اخر مرة؟ شو قصدك بهالسؤال هاد؟ انا اصلا ما بسوي هالشي الا مع بوجة. معناها تعودت وهلأ اجى البديل عنا. لك عادي وأقل من عادي لأنه إذا ما كان عاجبينا خبزاتك بتروح بتدور على خبز تاني بمحل تاني. بس خبزاتي ممتازين. وتفقدت الفرن؟ شو؟ إمتى آخر مرة خبزت؟ آخر مرة كانت السنة الماضية؟ لا 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 كانت من عشر سنين. عم أقول لك الجمعة الماضية يعني الجمعة العظيمة من ثلاث شهور ما هي؟ إيه بس مو هي مشكلتنا بوبي. المشكلة إني صار لي عشر سنين مخلص إلا. ما هون أصل المشكلة كلها يا صاحبي. فيك تقلي مين طلب منك تضل مخلص؟ رح نبلش بالمساج. بس عم أهلك شوي. وهلأ تنزل لتحت وبتطلع لبرا لأنه إذا شافنا الأستاذ مع الهوترا نيناتنا رح نتقلع من هون. حياتي لما بتكوني تقلعتي أنا بكون نفدت. راج ما تتوتر ولا تقلق لأنه أنا جنبك ورح نحل هذا الموضوع ونلغي المشكلة. بس لازم تنسى أني أنا أخوك الصغير وأني رفيقك وحتى أني شريكك وتتخيلني أني دكتور وتجرد حالك من كل شيء قدامي وتعري نفسك كليا شلاح كل شيء قدامي. أنا آسف بس حابب ورجيك شغلة أستاذ. ورجيني. لا 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 فهمتني غلط. أنا كنت أفكر أنه ندهن الحيط أزرق بدل الزهري لأنه الأزرق أحلى بكتير. بعدين أستاذ أنت ليش بدك الزهري؟ من وين جايبينه لهالزلمة؟ بعدين شباب بعدين قصدك بوقت تاني. طيب شو لازم تسوي انصحني؟ بالأول لازم تستسلم لي راش وبشكل كامل. ما لا مشكلة راش. كان لازم يصير معك هالشي لأنه لما بيصير الزواج ممل أنت لازم تعرف كيف تنكهه. وبالنهاية التنوع بهارات الحياة. بصحتك. تشرب؟ بوبي أنا لهلأ ما عم صدق أنه بوجة عملت هيك شي. وكم دليل لسه بدك لتصدق؟ قال بعرف قديش صعب أنك تخلصي من زوجك وظروفك كل مالها لأسوأ. بس شي ظريف لك حاطك جنب الكلام الفاضي. بوبي اسمعني منيح. الرسالة مو مذكور فيها اسم الزوج أبدا. ايه مزبوط. وأنا مالي متأكد هو مين بيكون. ومو شرط انه هي الرسالة تكون من رجال أساسا يعني. أو بجوز تكون من مرة. قولتك ما كيف ما خطرت لي. وبتعرف وقتها بحب أحضر اللعبة. ايه صحيح الحكي كتير منطقي لأنه هاي الرسالة ممكن تكون من أستاذة بصف الخبز. ليك منطقي جدا الحكي. شوف قالب الجاتو اللي سويتيه حبيت الشوكولا اللي فيه كتير. شفت أنا دايق الشوكولا اللي عملتها بوجه وطعمتها بتقرف.
صار لها فترة عم تاخذ دروس بالخبز والحلويات، أكيد بتكون تحسنت شبع. بشو تحديدا؟ أنا كتير متحمس إنه لدوق فطيرة التفاح تبعك وكمان البنانة. مو معقول راج، هي الدليل قدام عيونك بس أنت رافض تصدقه. هلأ صار وقت ورجيك الدلائل. تن العلامة الأولى تن. لما المرة بتبلش تخون هي شو بتعمل؟ بتصير غريبة وبتهتم بحالها أكتر وبتبين جمالها وبتروح على السوق وبتشتري فساتين جديدة وما بيكفيها واحد، بتجيب اثنين. وله لأبهر الكل، رحت الصبح على السوق واشتريت فستانين جداد. قلي إنه هالشي صار. مثل ما بتعرف بوبي، بوجا بحياتها ما اشترت فساتين جديدة. ايه هي اليوم اشترت فستانين. قلت لك أنا لساتني خبير. طيب العلامة رقم 2 شو؟ بدي اياك هلا تقلي شو بتعمل المرة لما بترجع البيت وبتكون ندمانة؟ شو؟ بتروح لعند زوجها وبتمسك ايده بحنية وبتصير تلمس وشه وبتتأمل عيونه وبتحاكي بغرابة وبيطلع الحب والإثارة كلهم مع بعض. لك شو عم تساوي؟ لا تقولها. قلتها معقول عم تخوني؟ صار صح؟ يا ويلي كيف عرفت؟ أنا حذرت. لك هي بس من 5 دقايق مو معقول حاولت تغريني على هي الصوفاي وتمددت فوقي كمان. بوبي؟ في علامة تانية؟ بجوز تتصل لتطلب أكل صيني أو مخلل الساعة 3 بالليل. كيف؟ لا 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 آسف، هي بعدين بعدين. بوبي أنت عطيتني علامة لأول دليل ما هيك؟ إيه وكمان قلت لي عن العلامة التانية. فيك تقلي عن علامة أخيرة تخليني صدق كلامك كله؟ يعني العلامة اللي بتكون دليل قاطع. ها؟ شبك يلا فكر بوبي، فكر فكر صح. بوبي ما بفكر إلا صح. ما أبزن على طول. صحيح ذكرتني، هلأ أنتو أي ساعة طالعين اليوم؟ كيف؟ أنت ليش بتنزعج من حياتي العاطفية هيك؟ يعني إذا أنت ما بتعمل هالشي إلا بالجمعة العظيمة أنا شو دخلني؟ يعني هاني كيف بدها تجي إذا ما طلعتوا؟ مين هاي؟ شبك هاني هاي البنت، البنت البنغالية الحلوة تبع التليفون. بوبي بوسيدك شو جنيت؟ أنا عم مر بأزمة عائلية هلأ وأنت عم تفكرني بهي ما بعرف شو اسمها. هني؟ إيه هني. خليك هني يا هني يا روحي. يا روحي هني. هلأ وقته. ألو. وقبل ما وصل لحل موضوعك بدي أعرف إيه شو مشان هني. روق شوي وطول بالك راجل. ليك بعرف إنه هذا الشيء رح يكون صعب عليك كتير بس للأسف أنا مضطر إني أقوله، وبصراحة لا تزعل أبداً. مرتك عم تخونك. راج معقول ما خلصت؟ لك أنا ناطرتك، يلا بقى بسرعة. بوجا أنا جاهزة. شو هالحلا كله؟ مو معقول طالعة بتاخدي العقل خصوصي بهالحمرة والفستان الأسود، شو هالمزيج الرائع هاد؟ شكراً كتير. راج كيف طالع؟ بتقرفي. شو قلت؟ بتقرفي؟ هو قصده إنه يقول إنك طالعة بتجنني بوجا، هذا يلي كنت عم تقصده ما هي؟ عنجد؟ ايه صدقيني أنا اليوم عم شوفك بعين مختلفة تماماً بوجا، يعني اليوم طالعة حدا تاني تماماً. كأنك عم تبالغ شوي، يعني شو الاختلاف؟ شو الجديد بالفستان الأسود؟ كل النسوان يلي مقاسهم مثلي بيلبسوا أسود. القياس كتير مهم مو هيك بوجا؟ طبعاً بيهم، كيف لك؟ القياس مهم ما هيك راج؟ ايه تعلم شوي من رفيقك، تعلم تجامل شوي. بحياتك ما انتبهت على شي وما انتبهت على كندرتي الجديدة. شوف هي جديدة؟ ايه انه بيت جديد وسيارة جديدة وعفش جديد ورجال جديد؟ ولا كلمة، لانه اليوم في مفاجأة لحبيبي. ليك بوبي من اليوم ما في نظارة لاني انا اشتريت عدسات. وعدسات كمان؟ يس. لا تشوفوا منيح. العلامة رقم راج انتو عم تتناقشوا بقصة الصفقة اللي بيناتكم؟ لا هالمرة عم نتناقش بالوصلات بوجا. تأخرنا راج، يلا بوبي جاهز؟ انا جاهز دائما بس ما بقدر روح معكم لانه بصراحة في عندي موعد كتير مهم الليلة. قلت موعد؟ قصدي مقابلة بوجا. مقابلة. مقابلة. مقابلة شكلها مهمة كتير. ايه مع زبون. زبون حلو كتير. ايه صحيح اللي وين جهاز مزيل الشعر؟ مزيل الشعر؟ ايه شو بو؟
وينه؟ أنت ليش عم تسألي عنه؟ لأنك استخدمته آخر لا مرة؟ لا ما استخدمته. أنت استخدمته لا لا ما استخدمته. عم قلك لا أنا ما استخدمته بنو. طيب ما استخدمته. راجل يلا روحي. روحي روحي من هون روحي. روح جهز حالك بقى وأنا رح أدور عليه. راج هو لأي قسم بتستخدمه؟ شو؟ جهاز إزالة الشعر. لشعر الشايب. وين؟ هو لكل الأماكن. أنت شو دخلك يعني؟ شبك هو مجرد سؤال. ليش هيك عصبي؟ شو القصة؟ لك تعال لوين رايح؟ رايح جيب الدليل. كيف بقى؟ رح روح وخلي هالمكتوب يوقع بإيدها وقتها إذا كانت بريئة رح تسأل منين إجا. وإذا طلعت خاينة وقتها شو؟ وقتها بعرف إنه هي خاينة. شبك شوي شوي عم بفهم. إيه اللعبة طميمة بحبها لهاللعبة كتير. المكيف شغال حسيت بالبرودة. روح روح يلا روح خلص يلا رايح رايح استعجل يلا. وهلأ وين بدنا نتخبى؟ منتخبى تحت الصوفاي يا غبي. يلا ما منوسح سوا. حلو خليني اتفرج شوي. بكفي يلا شوف. شو شايف هلأ؟ السقف مبين عليك من هون؟ بوبي سقف الغرفة مش التاني. بعد شوي بعد عني. طيب خليني شوف شوي. كأنه هاي مرتي ما هيك؟ ليش أنا مالي رفيقك؟ شو؟ هاي مرحبا. شوفي يلا بوجة ورجيني شو لبستي. لحظة شوي ليكو أسود مثل ما اتفقنا. حلو ما هيك؟ طيب استني شوي. متذكرة الكلام اللي قلته؟ ايه متذكرة. هذا أحلى وعد بوعده بحياتي. ممتاز. طيب وهديك القطعة؟ لا هي زيادة. ايه خلاص أصلاً هيك أحسن بكتير مشان ما يروح فيني. شو هالغلاظة هاي؟ بكفي باي. راجعوا خلص لا تصوي. أنا بورجيها. لك تعال تركني بدي ورجيها. عمال لك تركني. وقف عم لك خلص فوق شوي. لك تركني خلص. هذا الشيء غلط. بعرف ما كان لازم يسوي هيك. خلص عم لك اهدى اهدى شوي. ما بيصير خلاص خلص عم لك خلص خلص عم توجعني. خلص تركني تركني لك روق. لك هي اللي غلطت مو رحنا ابدا. تحمل شوي راجل استنى بس شوي. لا ما عاد فيني انتظر ولا لحظه زياده. لك هي اللي غلطت مو انا. وين وين وين, وين؟ خلص خلصته خلصته. شو قصدك تشيلي؟ شو عم تساوي هون؟ لا تواخذني استاذ بس بدي روح على بيت اختي. انتوا اي ساعه رايحين المساء؟ اي ساعه رح تروحوا جوا؟ شو دخلك لحتى عم تساليني انا؟ ولا شيء استاذ ولا شيء. تصبح على خير. روحي ليله الجمعه احلى ليله. ايه احلى ليله. يلا روحي من هون روحي. بوبي فينا نركز بتفاصيل مشكلتي وننسى تفاصيل تشيلي. بوبي ايه بس انت يعني ليك لازم نركز هلأ بتفاصيل المصمم. يا لك حق. وقف عندها. شو في؟ أنا بشتغل مصمم هون مو ملطشي. إذا كنت هيك فعلاً شو عم تسوي هون ولا؟ أستاذ أنا خبرتك أنه عندي شغل كتير ما خلصته. شوف إذا ما رحت من قدامي فوراً رح خلص عليك وأدفنك بأرضك. شوف هونيك استاذ. ليك مين اجا؟ اهلا وسهلا. ليك الندل. انا بورجي تعولا. الو ايه مين معي؟ ايه اكيد اكيد. ايه ايه طبعا طبعا. طيب ليك فيك تعطيني رقمك وانا بخليه حكيك بعدين. لحظه واحده بس. لك وين الورقة؟ وين راحت؟ ايه تفضلي. 9-8-6-7-4-3. ايه اكيد رح اوصله رسالتي. اهلا وسهلا. واخيرا اجانا شغل. راج راج
شو هاد؟ انتو شو عم تعملوا؟ نحن هلأ عم نتمرن. عم تتمرنوا؟ راج بهالوقت لازم تتمرن بقوت النوم مو؟ وانت كمان لما ما بتكوني معي. على كل في اخبار حلوه، بتعرفوا كومكوم بانيرجي الكاتبه المشهوره اجت على مومبي وحذر شو؟ طلبت تشوفك راج. عن جد؟ بجوز عندها عرض حلو، هي اللي اتصلت وتركت رقمها. ايه وشو في كمان عندي؟ كيف؟ وين قصدك؟ على الطرف الثاني مثلا. شي عملي طرف ثاني؟ شي بيك؟ ولا شي ابدا، حكي فاضي. هاتي لشوف فرجني اياها. تشيلي لك تشيلي منها هون، شبكي واقفي عندك. وقفي تشيلي منها هون. لك عجبك هيك؟ رمت الرسالة من البلكون. طيب استناني لشوف، هلكتني معك. اهلين. ب ب ب ب ب ب برندا. شو عم تساوي هون انت؟ ومشروب كمان؟ لمين هذا المشروب يا حلوة؟ لا المشروب لبوجة. بوبي هاد لبوجة. برندا انت شو عم تعملي هون بهالوقت هاد وبوبي؟ شكلنا اليوم يا بوجة عم نفكر بنفس الشغلات، حتى انا تفاجأت تماما مثلك بهالشي. الحقيقة ايه؟ اليوم عيد ميلادة لبوجة. كل سنة وانت سالمة. عيد ميلادي انا؟ معقولة هيك يا بوجة؟ يعني ما قلتي لي اليوم عيد ميلادي؟ هو صراحة بوبي حتى انا هلا عرفت بهالشي. يعني القصة انه هو عيد ميلادي من رأي امي. هلا خلونا نحتفل. وانتي وانتي حبيبتي؟ حبيبي بو انا ما بشرب يا روح قلبي. ايه ولهيك انا بحبك. وانا بس كيف اليوم عيد ميلادها؟ انا ما بشرب يا روح قلبي. شو يا كذابه؟ مو على اساس تجي 8 ونص؟ شو اللي جابك هلا؟ لك ما بعرف بس فكرتهم راحوا من زمان. وبتعرفي يا حبيبتي اني بحب اعمل يوغا وانا عم اشرب. خلص كتي جبته لحطه بالبراد كرمال هاري. نسيلي هاري وروحي بسرعه من هون. يلا روحي. عم يدق لي. لك برندا وين فايتة؟ الو برندا. ايه ماشي. شو بدي ساوي؟ مصيبه. تم 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 تم. هاد مشروب للأنسة يلي ما بتشرب، وين راحت هلا؟ جوا. وين؟ بالغرفة. شو؟ جاها تليفون. من مين؟ من عمّا. أي واحد؟ عمّا سيمة. عرفته مو هيك؟ ليش بحياتك سمعتي إنه في عم هون إلا واسمه سيمة؟ بمجتمعنا الكل بيقولوا عن عمامهم سينج يا بوجة. ايه مزبوط حكيها، وهذا اللي دقلك. عرفته بيكون نازل سكره. شو؟ لازم اتصل فيما. لا لا استنى. شو هالولد انا؟ ليش عم تبوسي؟ مين هو؟ ليش عم تبوسي كتير وهو معه سكر؟ قصدك مين هو؟ قصدي العم سينج. شبك العم سينج؟ اسمه سينج صح؟ ايه صح. ايه هذا اسمه؟ العم سينج. طيب برندا سلمي لي عليه. ايه الو عم سينج زوجي يسلم. طيب فيني احكي معه؟ انكسر الموبايل، انكسر وما عاد فينا نحكي فيه. وقع فجأة. اليوم مو منيح على الموبايلات. صح. طيب روح على شي محل وصلحه وبشوفك بالبيت. ماشي حبيبتي. ليكي أنا نسيت خبرك بشغلة. شو بدي أقول لك يا روح؟ يعني نفس القصة القديمة المملة، وهالليلة رح تكون مملة كمان مثل كل الليالي اللي بطلع فيها بالعادة لحتى سلي الزباين. المهمين. شو المهمين؟ لهيك انتي لا تنطريني. ايه بعرف هاد يلي من دلهي صح، حتى بوجه وراج رح يزوروه.
لا لا لا، هي مو من دلهي، هي من كلكتا. قلت هي؟ بس هي هي؟ قصدي هو هو؟ اي هي هو أستاذ مدرسة كبير ومحترم كتير مثل ما عم قلك. اي وشو اسمه؟ هاني. هاني 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 براتاب سوبر أمانيام فيرات كل. شو كأنه الاسم كبير؟ أكيد اسم كبير لأنه يلي عنده هو كبير و... هي؟ هو هو عنده كتب كبيرة. كتب؟ ايه عنده مكتبة كبيرة وفيها كتير كتب أنا ما بقدر أوصفها بنام. ايه اللي بهالمقابلة بشو رح تتناقشوا؟ نفس الشغلات المملة يا روحي، ورح يكون في شمعة شاعلة على الطاولة كمان، ورح يكون في مشروب طبعا، وبيضلوا لحالهم على الطاولة، وأنا بهالوقت رح أقوم وأعمل اللي علي. لهيك أنت لا تنطريني الليلة. ايه ماشي؟ حلو، وأنت كمان لا تنطرني لأنه عندي مشوار الليلة. ايه؟ ليش؟ لوين رايحة؟ مع مين أنت رايحة وإمتى رح ترجعي؟ وبعدي عن الرجال لأنه الإندال، وروحي مع شوفير وخلي موبايلك شغال وأصحك تلغي تحديد الموقع. موجة موجة هي اللي خططت عاملة حفلة لجمع التبرعات. ايه حفلة شو؟ لجمع التبرعات وغرضها كتير نبيل، كل جمعية النسوان رايحة، صح بوجة؟ لأنه بوجة رأيها لازم نعمل خير. بوجة طلبت منك تعملي خير؟ بوجة مو لازم نعمل الخير ببيتنا بالأول؟ هو الخير ببيتي. شوفي حبيبتي أنا ما بحب أحكي هيك، بس كلمة الخير مو كتير بتناسبك، فعاملين مشان شو؟ مشان المناطق المختلفة. باي بوب. شو المناطق المختلفة عند بريندا؟ هلأ فهمت. راج 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 بوجة وين؟ عم تحكي تليفون خاص جوا، قالت لي ضل هون. شو؟ استنى استنى بوبي اتركني، بدي لاقي دليل لأمسكها بالجرم المشهود، أنا بورجيها. ما هي رح تسكر بس تشوفك يا زلمة، إذا أنت بتحبها اتركها ولا تكشف القصة، وإذا رجعت لك معناها ما حدا حبها وقتها بتتركها. شو صار بالرسالة؟ بوبي نعم نزلت على الشارع وشفت الرسالة وضليت أركض وراها، بس الهواء كان قوي كتير وهي تطير قدامي وأنا وراها، وركضت شي كيلو مترين وراها وكنت رح أمسكها بس بآخر لحظة. إيه إيه وبعدين كمل. وقعت بجورة مجاري. كان لازم تنط فيها وتختنق شوي بالريحة شبهك. الحب بيخنق كتير يا بوبي، أنا بكره النسوان، صدقني بكرهون كتير. بكرهون. أنا موجود هون. راج لك صارت الساعة 7:30، تأخرنا لازم نروح. شبك؟ ليش عرقان؟ فيك شي راج؟ من الركض. شو؟ ايه طبعا هو كان عم يركض للبناية اللي جنبكن محل مساكنة أكانشا، لأنه هو عم يعمل رياضة مشانك، اطلع قديش عم بيحاول. شو صاير معك راج؟ يعني ليش كل هالتمرينات؟ أنت ما عاد شب صغير بعد اليوم؟ شب صغير؟ مو عرفان قديش عمره؟ عم تقول انك خلص ختيرت. شوف انت مو بالعشرينات راج، يعني انت ضعفاً على مرتين. ما بعرف شو بدي اقول، بس خلص القصة صارت واضحة مع هالحكي. ارتاح شوي، رح اجيب لك كاسة ليمون. بوبي انتبه عليه شوي. يعني شو بدك دليل اكتر من هالحكي؟ دليل؟ احكي بصوت عالي ليك راحت. ولا بقى تحكي بينك وبين حالك، انا عم حاول ركز وافهم لعبتها، وطلع معي العلامة رقم 10. هي مفكرة انه انا ختيرت. مفكرة؟ العلامة رقم 10 هي بدها شاب اصغر مني بمنيح. مشيها على كيفها. اكيد ولهذا الصغير لازمها مصاري، وبوجة ما معها مصاري، صح؟ هالوضع كتير محبط يا صاحبي. يعني شو يلي عم بيصير معك؟ ما عم بفهم، مو معقول كيف بيصير هالشي معك انت من بين كل العالم. عن جد شعوري مخربط ومتضايق عليك. بسيطة بسيطة، وما بعرف شو بدي اقلك، بس اول شغلة لازم اسألك عنها وافهمها منيح قبل كل شي، انه هلأ انا شو بدي اقلها لحبيبتي هاني؟ بوبي لو سمحت هلأ وقت هاني تبعك. مو مزبوط، هلأ هو الوقت تبع هاني ولا نسيت؟ مو معقول. ها جو كيفك مدام؟ اعطيني هاي. تفضلي. مدام فيني اسألك سؤال شخصي؟ شو هو؟ انه انت عاجبك كل هاد؟ شو هاد؟ موضوع الاستاذ راج والاستاذ بوبي. ما عندي خيار تاني، يعني
هو ما بيسمع مني ابدا. شو؟ بوبي بخليه مشغول طول الوقت تحت، وبيضلوا عم يشتغلوا ويحاولوا ويحاولوا ويحاولوا. لازم يخف عنا شوي، الحقيقة بوبي عم يقسى عليه كتير. يلا روح جو. بس مدام لسه عندي الخزانات وكم شغلة تانية بدي ساويهم. لازم روح على العشاء لو سمحت، وشايف كيف راش متضايق، وانت بتعرف كيف يصير غريب احيانا. ايه طبعا مدام بعرفه. عنجد روح لكان روح. مدام انا بعتت كل العمال لهيك رح خلص كل شيء وبدقيقتين وبعدين روح. وعد. طيب بسرعة. اكيد مدام اكيد. راج رح ارد على التليفون. الو. ايه صح. ايه صح. هلا فهمت. ايه ايه اكيد. شو؟ لحظة واحدة بوبي. كيف بيجيك تليفون على رقمنا الأرضي؟ بصراحة تليفوناتي معطلة، ولهيك أنا نقلت خطي لعندكم، وأكيد هي مكالمة شغل. لا هي بنت على التليفون. خود. راش معك إنفلونزا الخنازير؟ إيه من الحيوانات اللي حوالي. بوبي أنا شايفتك اليوم كتير متغير. ايه وانا حاسس انه في غلط بالاضاءة بهالبيت، كله من هالنجار الغبي. بالضبط. هاد مصمم ديكور، ليش هيك عم تطلع؟ ما لازم تكون عدواني معه. اصحك تحكي معي بهي الطريقة. انا ماني ولد. ايه وفيني افهم كمان. شو اللي بدك تفهمه؟ خليني اشرح لك قصده. شوفي لما التليفون بيعطل بينقلوا لك الخط لهون، وبيجيكي اتصال فبتضطري تفتحي حديث. كيف؟ ما بتفهمه. راج بس لك انا ما عم بفهم شو عم يحكي. انا رح يا ويلي انا بحاكي. روح جو. جنني هالزلمي. شو عم تعمل لك جو؟ عفوا مدام بس كنت جوعان شوي لهيك فكرت. روح جو. يلا مدام ما فيني روح، لسه لازم زبط الخزانات ولازم زبط كل شيء، والعمال راح وما ضل غيري. منيح وانت روح هلا. لا مدام في كتير شغل ناطرني ولازم ضل كل الليل كمان. لا لا لا, لا. ما فيك تضل كل الليل، هذا شيء مستحيل. شوف مو قلت جوعان وكان بدك تعمل أكل؟ إيه؟ معناها بتجي على العشاء معنا، بتكون ضيفنا. بس إيه؟ ليش لأجي معكم على العشاء؟ راج رح ينبسط فيه. لا 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 مدام، الأستاذ راج ما رح ينبسط فيني بلو. لا 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 مو هيك، بالحقيقة هي فكرة راج. عن جد؟ إيه؟ لأنه هو معجب فيك كتير. عن جد؟ إيه؟ لا بلا. شو هاد؟ أنا قلت له لجو إنه أنت ما عجبك لون هدول المخدات. أنت قلتي له إني لقيت لون المخدات مو حلو؟ طلع فيهم أنت، ما بتحب هيك ألوان ما هيك؟ حبيته. شو قلت؟ حبيته كتير. من إمتى؟ مو معقول، عجبني لونهم كتير بوجة، حبيتهم. شو إيه هدول أحلى مخدات شفتهم بحياتي. بتعرف؟ تعا 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 جو، برافو عليك يا ولد. تعرف أنا بدي منك شغلي، بدي إياك تحطهم على كنباية جلد سودا. إيه؟ وبدي سجادة خضراء وبرادي مسخرفين. يا راش شو عم بيصير؟ هي موعدتك بنو؟ إيه عم تغير يا حبيبتي، أنا عم تغير، كلنا هون عم نتغير ما هيك بوجة؟ إيجو حطهم على كنباية جلد سودا فوق سجادة خضراء مع البراد اللي مزخرفين على الشباك. راج انت جنيت شي؟ شو عم تحكي؟ لا تحكي معي بهي الطريقة، تصرفي منيح. شو يعني تصرفي منيح؟ تعال شوف شو عم بيصير معك. ايه شو هالحكي؟ انا مو ناقصني غير الناس توجهني شو لازم سوي ببيتي. هذا بيتي وهذا وقتي وهذا مزاجي يا حلوة، وفوت وبطلع امتى ما بدي. راج يلا نطلع على العشاء، جو تعا معنا. جو؟ وشو دخلوا جو؟ منسيت قلك اني عزمت جو ليطلع يتعشى معنا الليلة. لشو؟ لأنه هو رفقته حلوة. رفقتنا أنا وياكي بتكفي. هاد رأيي كمان، حتى ثلاثة كتير مدام، وجوكن غير جوي يا أستاذ. خلينا نروح لو سمحت، هذا العشاء مو. لا ما رح روح لمحل، لأنه هلأ لازم أحكي مع جو بشغلات كتير ضرورية. يلا جو. إيه أستاذ عندي نغمة جديدة لجرس الباب، فيني سمعك يا أنا هم. بعرف أي نغمة بدي للجرس، لهيك لا تعذب حالك حبيبي. أي وحدة أستاذ؟ نغمة أنا كتير معصب منك. خلص كرمالي راش سمعك ياها ولا فهمت للنغمة؟ بكفي.
بكفي خلونا نطلع. بتكملوا بالسيارة. يلا امشوا. لا انا بدي كمل حديثي هلا ومحل ماني واقف. انا سيد البيت وقراري هو بيكون القرار النهائي. شو قصدك؟ سيد البيت بده يضل بالبيت الليلة. اليوم ما في. اليوم ما فيك. توبي استاذ. وانت شو دخلك؟ ما دخلني. احكي، بيزعجك هالشي؟ لا ما بيزعجني وما دخلني. لكن خلينا نعمل شو بده سيد البيت. قلت من شوي الليلة رح نضل بالبيت. مثل ما بدك. بيقرف. وعدك المعبى بالورد مع حبيب القلب. ها؟ ما في يتفتح بيناتكم الليلة. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. مدام؟ نعم. الأستاذ مالهوترا غير كل نمط الألوان، لهيك لازم أرجع على الاستديو وجيب القوائم، ولهيك مضطر إني روح اليوم. جو أنت كتير لطيف، رح أجي لعندك بكرة على 10 ورح ساعدك بكل شيء. مدام وأنت لطيفة، شكرا لأنك وقفتي جنبي. تعرفي بوعدك رح يكون كل شيء مثل ما بدك. بعرف قديش صعب عليكي إنك تهربي من زوجك والظروف كل مالها لأسوأ. بعرف قديش صعب عليكي إنك تهربي من زوجك والظروف كل مالها لأسوأ. هاد جو مو معقول. عم تخوني مع جو. شو لوين؟ شو صاير؟ هو انت ليش عم تلحقه؟ لكن جو هو راس. تعال عود لشوفه وقلي ليش بتكرهه لجو؟ أنا بشوفه شاب لطيف وبيشتغل من قلبه ومجد كمان. بوجة شو القصة؟ معقول أكيد رح تناقشني بتكاليف شغله صح؟ كيف؟ إيه هو بيستاهل هالمصاري كلها؟ يعني اللي عمله ما حدا عمله. قصدي هو غيرنا كل شيء من 10 سنين لهلأ، ما غيرنا شيء بديكور البيت. إيه منيح سمعت نصيحة رفيقتي. ايه ولهيك قرر تغير كل شيء وكل شيء بيخطر ببالك. كل شيء ببالي؟ ايه من اليوم كل شيء رح يكون غير، ولمسته رح تساعدني كتير. معناها كل شيء مزبوط؟ اكيد مزبوط هالحكي راش، وهيك رح ترجع ايامنا الحلوة، وهالشي كله بفضل جو. خليني أعمل مكالمة ضرورية وبرجع لك. بوبي سمعت حكي؟ سمعت شو قالت؟ مكالمة ضرورية أكيد. هي واحدة من ال إيه. لا لا أنا بعرف قديش صعب إنك تهربي من زوجك والأمور كلها لأسوأ. هي اللي كتبتها. لا لا جو جو لك إيه جو كأول عم يقلها نفس هي الجملة المكتوبة بالرسالة. سمعت شو هالحكي؟ يعني بالنتيجة طلعت بوجة عم تخوني مع هذا النجار. جو ايه هو انت متأكد؟ ايه لا تقولها. لا بلا. وتخيل انه انا وقاعد عم انضرب على قلبي واقرا هالشغلات بالرسالة كان هالنجار قاعد بتختي. مو معقول اللي عم بصير بهذا البيت. لا هالشي مستحيل. يعني هو واحد من هدول ما لاحظت؟ هدول ايه هدول الكراج. عرفت مين هدول؟ شو؟ ايه؟ ليكم امسكوا يلا. شو في شو هون؟ شو في سكر رح تهرب؟ يلا اهلين بالنجار الواطي. اهلين بس انا ماني نجار، انا مهندس ديكور. يعني ليش دائما بتغلط فيني؟ يا حقير انت اللي غلطت مو انا، وغلطة كبيرة ولازم تتعاقب على هالشي فورا. يعني هلا لازم تتعاقب. عم تفهم ولا؟ استاذ اذا كان ولا بد فلو سمحت مو هلا، يعني اذا فينا ناجلها لبكره لاني تعبان. ليش شو اللي متعبك كل هالقد؟ عم تتعب بالشغل ما هيك؟ استاذ اسمعني شوي، الشغل عندكم هون متعب كتير. ايه مزبوط معه حق، في كتير شغل بهالبيت. هذا اللي قلته بس انتو ما عم تفهموا علي. لا نحن ما بدنا نفهم عليك، وهلأ رح نفهمك شو القصة منيح. تعال هون. اسكو ما بدي افهم.
يلا امسك بسرعة. استاذ استاذ لو سمحت خليني روح، انا ماني مثل ما انتم مفكرين. بجوز راج ايه، بس انا بعرف تماما انتم شو بتكون. اسمع منيح ولا تافه، بدي على مهلك على مهلك راج، لا تمسكوا اتركوا. اها ايه ايوه شكله اناني. بس لحظه. ايه ايه استاذ بترجاك. ايه لا تتحرك. انت رح يخلص عمرك مثل ما صار بتليفوني. شو خالص عمري ما خالص عمري. بوس ايدك، انا لسه بعز شبابي فهم علي. ليك راج سلم الموضوع، انت انا رح اشحن موبايلي. بوبي بوبي ما فيني اعمل هيك بدونك. هيك راح لا تتحرك. ايه طيب ماشي خليك ماشي عندك استاذ. ليك استاذ خليني ورجيك الوان الدهان عندي. لا بالكتالوج، او شو رايك ارجع وادهن الحيط من جديد. انا خاطر على بالي لون الازرق والاسود، شو رايك؟ لا استاذ ما بنصحك فيهم، بس اذا بتحب باللون الزهري. زهري مو بناتي؟ بس عادي يكون هيك. لا استاذ يعني انا مو هيك. انا كنت بعرف، كنت حاسس وبعرف كمان، بس بوبي أكد لي إنك هيك. أستاذ بوبي هذا رفيقك، هو بجوز يكون شايفني هيك، بس أنت شفته كيف وكيف بيمشي هيك. بس أستاذ صدقني أنا مو هيك. اليوم أنا قررت كون مرة مختلفة، رح بادر وكون هاي المرة الجريئة وما رح أتخلى عنك حبيبي، بالعكس رح نجيب بيبي. أستاذ شوف أنا كنت عم فكر إذا منحكي بخصوص الفاتورة. خلص بعدين. شو بعدين؟ انتو اتفقتوا هلأ حبايبي؟ ايه حبايبك. كأنه قلتيها بالجمع ولا انا غلطان بوجة؟ انت وهو اجباري بدي استخدمها. يعني قاصدتينا انا وجو سوا. شبك حبيبي شو صاير لك؟ هيك تعلمنا بالمدرسة، وقت يكتروا بيكون جمع. مزبوط، بس الواضح بلشنا نكبر. على كل ما طبخت لأنه على أساس نطلع اليوم. فشو رأيك نعمل شي سريع؟ سريع؟ شباب سريع يعني بيتاكل بسرعة. بسرعة؟ ايه حرام مشان جو، شكله جوعان لأنه اشتغل كتير. أكيد أنت جوعان مو هيك؟ طبيعي شاب مثلك يا جو لازم يتغذى منيح. بوجة شو القصة؟ يعني عيب لازم أعزمه يأكل معنا؟ شو قلتي؟ شو حابب تأكل؟ لحمة مشوية ولا فروج؟ أنا مدام بحب الف... صم له الواطي بلكي منخلص منه. روز شو بك؟ شو هالحكي؟ يلا شوي وبرجع رح أجيب لك من تحت جاج. ماشي؟ شو؟ أستاذ أنا بترجاك ليك أنا آسف أستاذ. ليك أنا بترجاك جو، لمرة بس لمرة تقبل إنه ما تميل للنسوان. إيه أستاذ كيف بدك يعني يتقبل هالشي ولو لمرة؟ إذا بالأصل أنا ماني هيك. بعدين لو سمحت ممكن تتركني بحالي؟ إيه بتركك بتركك، بس بشرط بشرط واحد، إنك تعترف إنك هيك. إيه؟ ماشي أستاذ ماشي. منيح أنت فعلا هيك. نص بالنص
نص بالنص يعني بالحكي بس. نص بالنص يعني مرة هيك ومرة هيك، شوي هيك وشوي عادي. ما هيك؟ شوف يا أستاذ مستحيل، لأنه أنا طبيعي وماني هيك، وكمان ما بحب الانصاص أبدا. طيب فكر شوي جو، يعني بجوز أنت ما حاسس على حالك. جو يلا فكر، مستحيل أستاذ. أنت بتحب اثنين ما هيك؟ لا أستاذ أنا ما بميل، أنا ما بميل للاثنين ولا للثلاثة ولا للمليون، أنا رجال طبيعي وبمشي هيك. طيب طيب يعني ماشي أنا ماشي مو هيك، خلص افهم بقى أستاذ. لا أنا بترجاك قلي إنك هيك أستاذ، شبك قلي إنك هيك، تركني كرمالي. أنا مو هيك جو، بس كنت اليوم كنت بتمنى أني ساعدك أستاذ، بس آسف لأني أنا ما خلقت ليش؟ هيك. ليش؟ ليه يا جو ما خلقت هيك وريحتني؟ أنت ليش ما خلقته هيك؟ شو؟ هيك وهيك يعني. أستاذ طيب ماشي ماشي يلا وقف. شو؟ من إمتى هذا الشيء؟ ما فهمت شو قصدك أستاذ. أنا بعرف ليش أنت جاي لهون، وبعرف إنه هالشيء من 3 شهور. واحذري شو اليوم رح نستخدم تخته للختيار اللي صممه 7 الشباب. جوعوا. يعني بتعرف كل شيء؟ الحقيقة اليوم لعرفت بهالشيء. بيعرف بخصوص تشيلي. طيب أستاذ بما أنه بتعرف معناها لازم اعترف لك. ليك أستاذ أنا بحبك كتير. لك أنت يا وطن الجار شفته مصمم أستاذ. ليك أستاذ أنا بوعدك أنه هالشي ما يأثر على شغلي، بحياتي ما خلط بين الشغل والبنات الحلوين. لك فوق كل شي عم تتغزل فيه وتدلع قدامي. ايه لأنه هي بتستاهل، أنا خلقت كرمال حبها هالحلوة. شو؟ فهمت؟ وأنت كمان؟ أستاذ ايه وأنا هلأ لحتى اكتشفت أني بحبها كتير. أستاذ أنت مو قليل. شو مو قليل؟ شو هاد؟ شو عم تعمل؟ ذوقك طلع بشع كتير. لا 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 قصة مو هيك، بس هو اعترف هلأ. مين؟ شو أنت اعترفت؟ ايه شو؟ بس أنا بعرف إنه أنت بتكون أنا مو هيك أستاذ. افتيل لشوف. وليش بدك يعني افتيل؟ افتيل لأنه لازم أتأكد. كيف؟ إيه طبعاً لازم يتأكد. دور لشوف. روح دور. ميل على اليسار شوي. على اليسار. وعلى اليمين. على اليمين. رجع على اليسار. إنا خلصنا بقى. أنتوا جننتوني يا غريبين. شوف اسمع لقلك أنا مو. أضحك تحكي بهالطريقة. بوبي هدي حالك شوي. هو استفزني كتير. ايه خلص خلينا نواجه الموضوع ونخلص منه بقى. قلي قديش صار لكم سوا؟ ما صار لنا زمان، يعني اصلا انا ما عم تصح لي الفرصة. لانه دايما عم تكونوا بالبيت. شو؟ عم نقضيها على الخفيف، يعني تسلاية خفيفة. وانت بتعرف انه بالعادة قبل ما ندهن الحيطان لازم نخلط الالوان منيح مع بعضها. ايه صح، برافو عليك. هذا الشيء اللي عم حاول انا بورجيك. لساتك عم تتغزل فيها قدامي. لاش خلص لاش، هي اللي بلشت بهالشيء. كيف؟ بعرف انه ما رح تصدق، بس هي اللي تحركشت فيني. لاش بدي موتك. استاذ حط حالك محلي، وعكلنا بظن هي بتفضل الشباب اللي مثلي. قصده انت ختيار، انتقل. لا انا بورجيك. كيفكم؟ شو مين بده حضر له لياكل؟ هيك لك. هذا بالضبط الشيء اللي أنا حابب أعرفه. وإنت بدك بوبي؟ هلأ شوف، إذا ما عندك مشكلة فأنا ما بقول لا. بس قلي شو بتحب من الجاج؟ حب الفخاد. أنا بحب الصدق. ما هضمه. شي بيهضم مشروب. بتحبي المغازلة ما هيك؟ شو كأنه الحكي بيجيب مفعول؟ عود لقلك مين ما بيحبه؟ بس انت اللي ما عندك وقت له. 10 سنين وما حسيت. هلا عن جد مرقت كل هاي المدة وما عرفت لهلا؟ ايه بس انا قدمت لي كل شي بملك وما قصرت بشي، وبالأخير بتطلعي عم تخونيني. أنا عم خونك؟ كيف يعني عم خونك؟ ما عم بفهم شو عم بتقول. لا تتهربي بوجه، كل شي صار واضح. نحن مسكناكي متلبسة تماما، ومثل ما بيقولوا عنا الدليل يلي بيدينك. شو؟ الدليل
الرسالة تبعي. أي رسالة؟ الرسالة بينك وبين عشيقك. أنا؟ خطفت لي أنفاسي بدون ما أحس، وهاللحظات الرومانسية هاي، وصعب الوحدة تهرب من زوجها والوضع لازم. لا لا لا، فكرة مو إلي. هاي الرسالة إيه لمين؟ خبرك بعدين. خلص بكفي تمثيل بوجة، وقولي لي من إمتى وهالشي عم يصير بيناتكم. انت فهمان الموضوع غلط. وانت راس. هلا دمرتي عيلتنا بوجة راس، وحتى حبيبك اعترف بهذا الشيء. حبيبي؟ ايه، هذا النجار الحقير جو. ايه، نحن مسكناه وبعد ما هددناه وضربناه فورا اعترف بكل شيء. اكيد هذا جنجو. لا بوجة، انا اللي جنيت مو هو، انا اللي جنيت وطلعت مهبول. لكن انا بعد كل هالعمر بتسوي فيني هيك؟ خليني اشرح لك. لك انت خنتيني وتعنطيني بظهري، ومع مين؟ مع شافة نجار. انتو الخاص. شو؟ ايه ايه لا لا لا، رخيصة رخيصة. ايه رخيصة. وجذابة. وجذابة كمان. جذابة؟ منحطة. شو؟ واحدة منحطة. منحطة؟ 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 رح دور اعلانات على النت. قولي اللي بوكي شو اللي عم بيصير؟ انا ما عم بستوعب. هي ليكو جو، ليكو ليكو. واخيرا شرف الخاين جوي. جوي تعال وعم تدلعي كمان. لكن على قد ما بتحبه بتدلعه. جوي حبيبي راز. استاذ جوي اتفضل، هاي لك مرتي ووراي في غرفة نومي، وتحت المخدة بتلاقي البيجامة، فوت البسها وانبسط على كيفك حبيبي. راز لو سمحت روح. شو هذا اللي عم تحكي؟ زمن الكذب خلص. راج مال هوترا ما عاد يقدر يتحمل الكذب بعد هلا. كيف؟ بوبي انا بدي نام عندك اليوم. شو؟ يعني لبين ما الاقي اوتيل. فكرت. راز انا رح اشرح لك. بوجة اصحك تلمسيني. خليني وضح لا لك. ما في داعي، انا رايح اصلا لاني خلص قررت حط النقاط على الحروف. معناتها هو حتى مني ما رح يسمع لك. شو اللي عم بيصير معكم؟ صار دورك لتقعدي وتتفرجي. كيف رح اتعرف على صبي بتاخد العقل وخونك؟ شو؟ ورح حبها بس ما رح خليها الدور. انت شو عم تقول؟ شو تفكر بكلامك شوي؟ من وين بدك تتعرف على هيك وحدة؟ راز لا تخاف إلا ما لاقي طريقة. طيب حلو، امشي بوبي. بوبي شو عم بيصير؟ أصلا كله بسببها. بوجة لو إنك مخبرتيني كنت على الأقل ساعدتك لتلاقي لك شي حل يعني. شو؟ بوبي صدقني القصة مو هيك. استنى راز. شوي انت سمعت مو هيك؟ هو رح ليدور على صبية صغيرة. ايه تماماً، وبده يحكي معي. تعرف شو؟ انا كمان عندي شبح ليوة. صح بالبيت. مدام موافق؟ لا مدام. بلا نوب نوب انت قلت انه نحن على علاقة مظبوط، فرح نخلي هالحكي. لا مدام بترشاكي. مدام استني. لا بلا رح تجي معي. لا مدام استني. خليه يندم. تعال معي. انا بس انا ما 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 فوت. لا لا تفكر هاليوم رح يكون عادي، لأنه عندي شغلة صار لي سنين مخبيتها، واليوم أنا رح أستعملها. بدك تعرف قديشني مجنونة؟ رح تشوف. ليك هي هي الشغلة. شو؟ بلشت اللعبة. مدام بترجاكي لا تعملي. مدام لا لا بترجاكي، مدام بترجاكي. كله غاد لأنه بدي اياك. لو سمحت. يلا بسرعة. مدام لو سمحت. ما معنا وقت أبدا. لا مو معقول. يلا بدي اياك. مدام روق لي حالك. اتركيني أروح بترجاكي. لحظة المشروب. لا 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 لا. شش. مدام مدام انتي معقول تحولتي من مدام محترمة لوحدة يائسة ومستواها وضيع؟ كل هذا لأنه بدي اياك. بس هالشي ما نزنبي بدون. يلا بسرعة جو، ما معنا وقت. يلا بلش. بالأول انتي متأكدة؟ متأكدة وكتير. فينا نتعرف على بعض أكتر ونكسر الرسميات؟ موافقة. مرحبا. شو أخبارك؟ شي بيطمن كتير. ها؟ طبعا بوجودك جو. طيب على كله خلينا نبلش بالشغل. يلا البنطلون. يلا شو؟ لا مدام ما بقدر. ليش؟ لأنه عندي فتحة.
لا مدام، قصدي انه عندي فتحة بتيابي الداخلية. وقف، شو هالورطة؟ خد البيس بيجامة راج بسرعة، يلا جو استعجل. هاي البيجامة للأستاذ؟ ايه بيحب المنقط؟ ايه مدام خليني اقلك انه هو 100%. وليك لو سمحت ما عاد تحكي عن راج ابدا، بدي علمه درس مرتب. يلا روح وانا رح الاقي شي مميز البسه بهالليلة المميزة. معقول عندك هيك شي؟ لا تستهين بقوة مرة صار له وفي 10 سنين. روح ماشي. يلا مدام انتي متأكدة انه الاستاذ ما كان عم يمزح بشي؟ زوجي ما بيعرف يمزح حتى وهو شربان. لا شو هالمزحة؟ شو هالغباء اللي عملته انا؟ معقول من كل عقلي تركت النجار مع مرتي بالبيت وقلت له تفضل خدها؟ نعم شو طلعت غبي؟ لا القصة مو هيك، انت مو غبي يا صاحبي، انت اغبى واحد بكل العالم. ورح تكون مضرب مثل للأجيال الجاية بتضحيتك العظيمة اللي عملتها، ورح يتعلموا منك. برافو عليك. على فكرة حبكة القصة تبعك ممتازة وملعوبة منيح، بس ناقصها شي صغير. بس شو هو؟ بنت صبية حلوة كتير. هاي يا حلو. هاي. هاي راج. اوه اهلين ليزا. شي حلو كتير، طلعت بتعرف بنت حلوة كتير وما بتخبرني. هاي. مرحبا. اهلين، انا بكون ليزا. او انا راج. تشرفنا. او انا. وانت ساكن هون كمان؟ معقول انت بتحكي مثلنا؟ ايه بالتأكيد. ايه ممتاز، يعني انا بقصد اني انا كمان ساكن هون. مزبوط انا بعرفها. ايه شو هالحكي هادو كمان من وراي؟ اجا وقت حركات اليوغا ولا اقدر فتح مثل الوردة. هالوردة لإلك يا حلوة. شو 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 مين بتكون حضرتك؟ أنا هاري. هاري؟ ليش هاري؟ ليش هاري؟ هذا السؤال أهلي بيجاوبوك عليه. شوفي شو القصة؟ مين أنت؟ أنا آسف جيت بوقت غير مناسب سيد مالهوترا. شوف أنا السيد دي سوزا. فكرت حالي ببيت السيد مالهوترا. هذا هو. آسف مخربت بالعنوان مدام دي سوزا. أنا المدام مالهوترا. المدام دي سوزا والسيد مالهوترا؟ لا السيد دي سوزا المدام مالهوترا. حيجننوني شو هالورطة. ليك أستاذ قول مين أنت وكيف فتت على بيتي. بصراحة بريندا. بريندا؟ إيه ما أنا غلطة. هذا رفيق بريندا وأستاذ اليوغا تبعه وحبيبة كمان جو. مو أي يوغا، اليوغا الرومانسية. يوغا رومانسية؟ شو هي اليوغا بتعرفها؟ ولي مصيبة، هذا أكيد راج. رجع الأستاذ. إيه؟ شو يا مدام اللي إجا؟ أستاذ شو بيكون؟ شوف يا شاطر، هاد بيكون الأصلي. طيب شو بعمل؟ وين بدي روح بحالي؟ شكرا. أوه بريندا؟ شو هاد بوجة؟ وشو هاللبس اللي لابستي؟ ليش أجيتي؟ ليش ما رحتي؟ شبك بوجة، أستاذ اليوغا بيكون على الطريق. لا ليكو وزي. ممتاز لك. أنا وين؟ شبك بوجة شو لحظة شوي بريندا قليلي بالأول. شو هي اليوغا الرومانسية؟ هي شعور كتير حلو بجنة. شو يعني؟ يعني بتكوني مبسوطة كتير. بس الاستشارة بألف، لازم انتي وراج تجربوها بكل تأكيد. تعرفي بريندا؟ راج تركه للبيت ومشي. وليش؟ بسببك يا حلوة. ليش عملت؟ لأنه لقى رسالة الحب تبعك وفكرت. مين الأجدب اللي بده يكتب لك؟ بريندا هو مفكر إنه في علاقة بيني وبين جو. عن جد زوجك مو طبيعي. بس شوفي ما تقلقي، أكيد رح يرجع، لأنه الرجال عطول بيرجع محل ما بيكون في رجال تاني عم ينافسه. وهلأ إلي لي وينو حبيبي؟ بريندا استني، وأخيراً رح نعمل درس خاص. استني وقفي شو. أخيراً بوجة. شوفي جو اللي شو عم تصمم هون؟ عم أخذ سيلفي. سيلفي؟ إيه. لما أنت تصوري حالك بيكون اسمها سيلفي. لحظة بس جو، أنت لابس بيجامة راج وقاعد بتخت راج وبغرفته كمان ومع مرته الحلوة لراج. بو
شو ما بدك تحكي لي؟ أنا بدي خلي راجي غار، يعني مثلك. وحدة؟ بوحدة متذكرة؟ ايه؟ وحدة بوحدة. حبيبتي بوجة، أهلا فيكي بي نون زي ميم. شو هذا كمان؟ هذا نادي الزوجات المحطمات. ليك راج، أنت عملت غلطة فظيعة كتير. فظيعة؟ تترك مرتك بالبيت لحالة مع النجار معقول؟ يعني يا زلمة، هذا شاب مبدع كتير، وما حدا بيعرف شو ممكن يكون عم يعمل معها هلأ. ليك أنا هلأ ما بدي أفكر بهي القصة، وما بدي إياك أنت كمان تفكر فيها، بس لازم نحن نفكر إنه شو بيكونوا عم يعملوا هلأ. هاي بعرفك عن حالي، بوبي تشافلا. إيه بس راج لوين راح؟ عنده قصة مهمة راح يوضحها، بس منيح إنه ضلينا لحالنا، صح؟ صح. بتعرفي شو بصير لما أنت بتتزوجي؟ شو؟ بصير شغلات مو منيحة. شو يعني مو منيحة؟ مو منيحة هي فكرة عميقة كتير، لهيك خليني أشرح لك إياها. شاب ومعه بنت حلوة وشغلات مو منيحة، مثل حفلة توديع العزوبية. توديع العزوبية؟ برافو عليكي. وهي كمان فكرة عميقة كتير، ولحتى أشرح لك إياها منيح لازم بصراحة غمق شوي لأعرف شو بدي أقول. واحد، اثنين. هاري، ايه يلا امشي على الدرس. انبسطي بو ليلى، رح انبسط بنجاحي اكيد يا ملاك الانوس. بدها تنبسط مع نجاحي؟ مين هذا نجاحي؟ جو شو؟ لا، هالشي مستحيل يصير لأنه أنا ماني هيك بنوم. طيب ليش لحتى أنت ما بتصيري هيك مدام؟ قصدي مو أنت قلتي هلأ أنه كان بدك ومن هالحكي؟ يعني أنت بدك؟ لا، معقول بدي؟ بس شو هالقصة؟ رح تجننيني أنت مدام، جايبتيني على غرفة زوجك وملبستيني بيجامته، وهلأ عم تقليلي ما عاد بدك شي؟ ارحميني مدام. طيب ماشي، اهدى شوي، هذا الشي ما رح يصير. مدام بالمناسبة أنت هلأ بتعرفي شو عم يعمل زوجك مع هديك الصبية الحلوة اللي حكى عنها؟ مدام هو عم يمحي هالعشر سنين اللي قضاهن معك مع هديك الصبية. شو هالحكي؟ لا بلا جو، شو في كلمة أقوى من أنه أنا عم بغلي؟ عم احترق. أنا عم بحترق. تعي لحتى طفيكي بيبي. هلأ شو بيكونوا عم يعملوا؟ اللي مو مهم، مدام شيلي نظراتك شوي. وينك جو؟ ليتني هون هون، ليتني قدامي. شو القصة؟ مدام أنا بصراحة الآن على إجرتي. معقول عم تفكر بإجرتك هلأ جو؟ وأنا كل شي ببالي هو هاللعبة اللي رح نلعبه. اسمعني شوي ولا يهمك، وإذا راج ما دفع لك أنا رح أدفع لك، ما حبت مسك مني؟ ولك وقفوا! أي أنا أجيب! لا أستاذ! أنت فيه يا واطي، أنا بورجي! أستاذ، كان لازم تحب مرتك قبل ما تحكي معي بهالطريقة! لك خراس! إيه؟ أنا حبيت أكتر منك! كيف؟ وهلأ رح علمك كيف الحب! حبيبي حبيبي! واحد بس! مو حبايبي! مو اتنيناتنا يعني! اسمعني شوي حبيبي! لا! اليوم أنت رح تسمعيني! أنا كل سنين عمري ضيعتهم مع وحدة مو منيحة أبداً. شو يعني وحدة مو منيحة جو؟ حبيبتي صدقيني ما بعرف. حبيبتك؟ اسألي أنا حبيبتي وجاوبك، مو هو مو منيحة يعني وحدة ملعبة. إيه عنك ملعبة؟ تعال ورجيك ولا أنا بورجيك. مدام خليني أقولك إنه ميول زوجك كمان مو صح. إيه متأكد من هالشي. شو إيه يعني هو بحب هيك وهيك مدام. جو صار لي 10 سنين متزوجته وبعرف انه طبيعي، هو مو نص بالنص. انت مانك هيك وهيك ما هيك؟ بالتأكيد انا هيك. شو؟ طبيعي. وانت ولا لا تغير الموضوع، انا هون هلأ مشان احكي عن هديك الرسالة الوسخة مثلك اللي كتبتها لمرتي. انا بورجي استاذ تخيني. انا ما كتبت رسالة لمرتك، ما كتبت غير الفاتورة صدقني. ايه وانا هلأ بدي حاسبك عليها. شو قصدك استاذ؟ خلاص بقى انتو الاثنين، شو نسيت انه انت اللي كان بدك يعني حبك؟ صح الحق مو عليكي، لأنه أنا بصراحة حدا كتير مريض. وأنا بعرف شو لازم أعمل بهاي الرغبة،
تعرفوا بدي اقطع على هالرغبه قطع صغيره وحتى شنتي وارميها لتاكل القطر. التليفون عم بيرنيني ولا بعرف يعني خلص بكفي متجاكل. بعد هيك بعد هيك شو بكون وطوا صوتكم ما عم بسمع. كوم كوم اتركوا اتركوا يلا كوم 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 اهلين الانسه كوم كوم اي اكيد. شو مين اللي ناطرني بهالبيت؟ شو وينك؟ يا سلام شو هالبيت الحلو هاد؟ ايه حاج بقى شو صار لك نفخت لي قلبي يا زلمة؟ ما بعرف احكي انجليزي بنوف هل عني يلا. واو هلأ رح انسى غرفتي الصغيرة المعترة وانبسط بهالبيت الحلو الكبير. اكيد اصحاب هالبيت اغنية كتير معناتها لازم احكي معهم بطريقة راقية ولازم انتبه لثلاث شغلات مهمين ما اشرب قدامهم وما اشرب قدامهم وما اشرب قدامهم ايه واتصرف معهم مثل الأغنياء. ومزبوط لازم أتصور. شو لازم أكتب؟ هاشتاج بيتي والصيف والشوب في لندن هيك بيقولوا صح؟ لك شو بني ركزي شوي يا بنت. بوبي شو هالإضاءة؟ مستحيل كيف عاملينها مثل الأفلام تماما. هاي هي القضية اللي بحبها. ما فيك تهرب مني. شو كأنك وصلتي؟ مو زعلان لأني تأخرت؟ شو؟ تأخرت على الموعد. قصدك تأخرتي؟ لا 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 بالحقيقة أنت جاي بكير شوي وبسرعة. الأنسي كوم كوم؟ إيه تشرفت فيك كتير. شو هاد يعني صوتك بالواقع مختلف تماماً لأنه التليفون ببين قوي كتير. مزبوط بس هو هيك لأنه مرتي هيك بتحبه بس هو قوي بالعادة. تفضلي عادي لو سمحتي واعتبري حالك ببيتك. لا 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 لوين؟ تفضلي عادي هون. تفضلي. ممكن اقول لك شيء؟ انا معجب فيكي. انت كثير موهوبه. شو بتريد مني؟ شوف انا عندي مشكله بالسمع ولا هيك ما بسمع منيح. انا اسف. ايه يلا تعال هون. تفضلي. قول. شو رايك نحكي فورا بالشغل؟ الواضح انك متحمس كثير. ايه انا عن جد متحمس كثير لاشتغل معك. بخصوص المصاري. حكيك مزبوط الوقت مصاري على قولة غاندي. ماشي. لا 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 مو المهاتما غاندي ميناك غاندي المحاسب. كيف؟ شو؟ لا 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 تخافي خلص روقي خلص يعني ليك هي سكينة مطبخ عادي وما بتخوف. فكرني غبية لحتى خاف من هاي أنا شفت أكبر منها بكتير أنا كنت متفاجئة بأنينة المشروب. شو؟ إيه المشروب أكيد وأنا ما كنت بعرف إنه في مشروب هون. من وين إجت هاي؟ أنا بورجيكون. بيمشي حاله. أكيد أكيد. هذا ضيف؟ لا لا لا. أنا بشرب بس لضيف ما تواخذني. المشروب ضعيف؟ قصدي خفيف. مزبوط لأنه مستورد. شوفي مشروب مستورد. طيب أنا هلأ رح أجيب كاسات دقيقة وبرجع لك ماشي؟ غبي. ساتان مستحيل يكون من الحارة تبعنا. شوف كأنه شقتك حلوة قدي حقها 20 كرور. 20 كرور؟ هذا سعر كل الحارة اللي ساكنة فيها. أنت الأنسة كومكوم ما هي؟ أنا كومكوم بذاتها أكيد. طيب منحكي بالشغل؟ إيه
أول شي حابب أعرف منك بوضوح، قديش فيني ضل رابطك معي هون؟ بدك تربطني كمان؟ إيه؟ حلو، يعني مثل الأفلام؟ لا لا لا، مو هيك، بس العقد 10 سنين ولهيك بدك تضلي ملتزمي 3 سنين. 3 سنين؟ استنى لحظة، يعني 5000؟ لا ما في داعي تحسبي أي شي، لأني أنا بعد 6 شهور بخليك تروحي، يعني إذا ما عجبك الوضع معي. 6 شهور؟ ليش يا حلو؟ بقصد ليش يا حلو؟ لأنه أنا آسف أنسي، بس هي أول مرة لإلي. ليكي أنا مو من عادتي فوت بالعقود، يعني أنا بالعادة فوت بالتنفيذ فورا. وهلأ جاء وقت التنفيذ العملي يا ملاكي، سطحي عضارك وخليني أحكي مع ملاكك. خلينا هلأ نبلش بالعلاج. هاري روح هاري. بس أنا بوعدك يا أنسي إني رح عاملك بطريقة لطيفة كتير. بعد ما تربطني؟ أنا ما فيني أعمل شي بدون ما قيدك. واو ماشي، وين تواليت؟ عفوا؟ حمامكم. إيه مفهوم، ليكو هون. طيب شوف، التواليت ولعبة الكريكت بشو متشابهين؟ باللعبة منضرب الطابة وهنيك منسدد. تعرف؟ أنت كتير هني. هني؟ لا. أنت كأنه غيرتي شكلك؟ إيه وكل هذا من هذا الفستان الجديد من زارة. زارة؟ قصدك تقولي زارة. زارة، شوف الكرت جبته بالتنزيلة. شو بدك؟ بس لازم أقول إنه مبينة كتير صغيرة. أنا هي الصبية الحلوة. صبية الحلوة؟ يعني وأخيراً لقيت صبيتي الحلوة. صبية حلوة. راج شو عم تعمل انت؟ ما بتخجل على حالك يعني؟ بوبي شو جابك؟ بوبي؟ ليش مو انت بوبي؟ ليش مبين عليه انه بوبي حياتي؟ بوبي وشان تشافلا، بوعدك بعيوني رح تشوفي كتير من الحنان والحب والرومانسية. بقديش؟ بوبي استنى خليني أعرفك عليها، هي الكاتبة المشهورة لمسلسل فوربلاي. معقول؟ ايه هي ست كوم كوم بانيرجي. شو أخبارك؟ لا اسمعوني، أنا هاني بانيرجي. هاني بانيرجي؟ لا 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 بوبي، لحظة لحظة، استنى شوي، أنا راح أشرح لك كل الموضوع. شوف أنا فوتت ست بانيرجي. لسه؟ شو فوتت؟ لا 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 لا، أنا ما فوت شي بنوب، أنا خليتها تفوت على غرفتي ما أكثر من هيك. بس مو بس أنا عملت كل شي ممكن وهو ما رد. مثل شو عملتي؟ أنا رقصت مثلاً. أي رقص؟ وما شفت حدا بيرقص أسوأ من هيك بحياتي. شو كانت الغنية؟ هي اللي بيرقصوا فيها هيك. أكيد بتكون عرفتها ما هيك. بس أعطيني لحظة، مالك خجل؟ سكر الإزرار. ما في داعي تفتحهم. وأنا؟ شبك اترك الإزرار. لا أنت خليهم، هو بيكون شريكي بالشغل مو لازمينه. بس أنت مو هيك ليلي، بتتذكري حديثنا على التليفون أنا وياك؟ ومين اللي رح يوقع الشيك؟ أنا. كيفك؟ بس خبروني انتو كيف عم تحكوا مع بعض وما بتعرفوا بعض؟ لانه هذا موعد مدبر يا غبي، وانا هاي اول مره بطلع بموعد مدبر، وانت اول واحد بتشوف قائمة. لا فيك تطمن لاني انا عمية وطرشة. انا كنت رح اتصل فيك وخبرك انه صار تغيير بالمكان، مو بالمأكولات بس بالمكان. بس ايه بالمناسبة ذكرتني باكلة بحبها. ايه صحي، مو بس الاكل. لك بوبي شوفها مع ركونة. ايه هي طيبة، هي أسطى مع كورونا. بوجة راجع. لا 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 لا، لازم نتخبى. استني شوي، تعال استني شوي، خلاص تعي معي، تعي يلا تعي تخبي يلا. بوجة بوجة أنا رح فوت. مشروب وين؟ بريندا. بوبي أنت شو عم تساوي؟ شو عم تساوي أنت هون؟ مو على أساس أنه في عندك اجتماع للعمل الخيري مع بوجة؟ أي بس أنا كنت بدي
كان بدي أعرف بوجة على حدا. على حدا؟ شو؟ يوغي. أنا حبيت أعرفها على يوغي لأنه بتعرفوا إنه هاي الأيام هي بحاجة للراحة الفكرية والنفسية بالإضافة لتمارين الرياضة واللياقة لتكون أهدى وأروع. لهيك فكرت إنه عرفها على مدرب اليوغا تبعي مشان يساعدها بهالشي. بوجة وين؟ أنا بظن هلأ بوجة مع النجار وعم تتدرب على التمارين. وحدة سيئة. شو هالصوت؟ مين في جوا؟ لك مين هي؟ راج مين هي؟ يلي طلعت ببيتك فجأة. مزبوط. مين انت وشو عم تساوي ببيتك؟ مين انت وشو عم تساوي ببيتك؟ طولي بالك. مين بدك يعني يكون يعني؟ أنا دايما فيني يكون مين ما بدك. شو قصدك؟ صح أنا... راج شو هاد يلي عم بيصير ببيتك؟ ومنين اجت هالبنت فجأة؟ لك أنا اللي ما عم أفهم أصلاً مين ببيتي وكيف أجوا وليش؟ فهموني. مين أنتو؟ مين أنتو؟ 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 مين أنتي؟ وشو؟ احكي. شو هالتمثيل؟ شو نسيت؟ نسيت الرقصات الحلوين؟ بعد هيك شوي. بعرف بعرف إنها واحدة من حبيباتك مو هيك؟ صح كلامي بوبي مو هيك؟ احكي. هاي هي اللحظة اللي كنت شوف كوابيس عنا من وقت ما كنت صغير. هي بس خلص أنا لازم أحكي هلأ كل شيء يا رهش. لحظة مدام، مدام تفضلي له. بدي أكي تعرفي إنه هالشي صعب علي، بس هي الست الواقفة هون، هي الست يلي على يميني هي حبيبته لرهش. تتذكري لما هو قال بده يلاقي لحاله صبية حلوة؟ أنا؟ أنت يا رهش؟ معقول؟ حبيبتي صحيح أنا اللي بيّن عليه صايا، بس هو يلي بيعمل هاي الشغلات وليك قدامي. لا 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 لا. لحظة بوبي، لك أنت شو 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 هذا اللي عم تقوله؟ يعني أنا مو معبي عينك؟ شفتي اعترف؟ ايه تعي سوا. حلو كتير. أنا ما رح خبر بوجة. لا 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 وقفي شوي. لا اسمعي بريندا. باي بريندا. بريندا إذا بتريدي لو سمحتي استني استني تروح. تعال بوبي، ليش لحتى نخبي الموضوع؟ أنا بدي إياها تخبر بوجة. شوف هاي مرة، وحتى لو قالت هيك فما رح تقدر تخبي أبدا. الصبية استعجل. لسه شوي. لك قوم بقى. شوفي ليش شو صار. هاي هي شوفي. هون ما رح ناخد راحت. ايه؟ لهيك امشي على الأوتيل. ايه بس بهالحالة رح اخد الضعف. ما في مشكلة بدفع. ايه شو اخبارك؟ شو جنيت يعني؟ لا 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 مو هيك بوبي. بس لازم استغلها. مفروض نحن هلأ نتخلص منها. لا 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 بوبي، مفروض اني استغلها. مفروض نتخلص منها. شو ما عم تفهم؟ انا بدي مرتي تغار علي. شوف راج، انا يلي لازم استغلها بالاول واتخلص منها. ايه خلص بقى استغلها واتخلص منها. سيد مودي كان معه حق. حاسة جاييني أيام حلوة. لا تكلم. لا حبيبتي ما عليكي. لا مستحيل كوني حبيبتي. أنا ما رح أسمح بهذا الشيء أبدا. حيل بوبي تركت تكون معي هالمرة. يا شباب طمني لأشوف كيف كانت. عن شو عم تحكي؟ عن علاقتك بالمدام. معقول؟ وأنت شفتينا؟ ورا صوت خبو واطي. انت واحد واطي. بعيوني شفت كل شيء. شو قصدك كل شيء؟ بعيوني هدول. انت والمدام لابس بيجامة الاستاذ الزهرية. صح انا كنت لابس زهري، بس ضليت الا مستحيل ارضى بنوب. ايه بس ما ردت، وبعدين تحولت من زوجة وفية لقطة متوحشة. شيلي انا مو احسن اذا بسمع كلام المدام من اني اسمع كلام الاستاذ. برافو عليكي. لا أنا شو عامل بس بدي أفهم. يعني يا واطي أنت لا لا استاذ، الموضوع مو هيك وما صار شيء. شو ما صار استاذ؟ أنت واحد واطي. لا مو هيك حقير. أنت واحد ما فيك خجل. ما حدا بالبيت بيفهم شو يعني. لك استاذ أنا بحب تشيلي. شو قلت؟ مو هلأ لحظة بس. شو؟ ايه مثل ما انت بتحبه. شو قصدك؟ وكمان مو انا اللي كتبت الرسالة، لأنه الرسالة حبيب الست شاولة هو اللي كتبها. لك انتو ليش عم تضيعوني؟ ايه استاذ سأل المدام ونحن ما كان في شي عم بيصير بيننا ابدا. انا وفية كتير 100% لزوجي. وبعطيك دليل صريح انه مرتك ما بتفهم بهي الامور ابدا. وكتير بتحبك. استاذ عندي نصيحة إلك، حط لها شوارب مشان تصير مثل بوبي وهيك بتحبها أكثر.
ممتاز، أنا ربحته هاي المرة. تتهني فيه. شو؟ خلصت ولا لسه؟ شو؟ لقائك بالصبية الحلوة. بريندا قالت لي إنك تعرفت على صبية حلوة كتير. بريندا كذابة. راس شبه. قلي وينه؟ بوجا أكيد كنت. بوجا شو عم تساوي؟ بريندا قالت لي إنك تعرفت على صبية حلوة. قلت لك راج، قلت لك إن مرة وما رح تحسن تخبي أي شي بقلبها. إيه صح، بوجا ما عندي حبيبة صبية، ما بعرف أبدا راج. وإنت لا تتدخل، هو 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 عنده حبيبة حلوة كتير. بوجا ما حدا إجا، ما حدا. لا أكيد هي بتخبي. قلي وينه؟ بوجا قلت لك ما حدا إجا. مين هاد؟ هريبان. شحمه لحمه. هريبان من وين اجا هاد؟ من هريانا. وشو بدك؟ شاي اخضر. ليكو ممكن حدا يقول لي هذا مين بيكون؟ ما بعرف بوبي، بس يمكن هو. اكيد هذا واحد من تبع التن. خليني اجا. طيب خلص، صار الوقت لخبركم بكل شيء. هو هو بصراحة واحد بخصة لعامل اجتماعي. سيد سينغ، وين كنت لهلأ؟ يعني كل منظمة النساء تعبت وهي عم تدور عليك. انت عن شو عم تحكي حبيبتي؟ هلأ العمال الاجتماعيين بيلبسوا هيك؟ ممكن حدا يقلي مين هو وشو عم يساوي بهذا البيت هلأ؟ سأل بوجا. ممكن أعرف يا بوجا حضرته مين بيكون؟ بوجا قررت تنضم لنفس المنظمة بصراحة لأنه شكلها قضية عادلة. شو هي هالقضية؟ المناطق غير المتطورة. المناطق غير المتطورة؟ طيب سيد سينك، فيك تمشي وأنا بحاكيك بكرة. اليوغا. شكلي مضطرة سوية مع زوجي هلأ. وأنا شو شاني؟ شو هاد؟ حبيبي. شو بريندا؟ راجع وابني، وين مخبي الصبية؟ ما في صبية. قلي وينه؟ وين كان؟ انتو خربتوا القصة كلها. صار لازم روح لأنه عندي مواعيد. كأنه في دبان. يلا لكان أنا صار لازم أمشي. لحظة مامي. شو؟ وقفي شوي. هاي هي البنت مو هيك؟ لا 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 لا. بلا هي هي. لا 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 اسمعيني بوجه، انت عم تفهمي غلط. لا انا هي، انا الصبية الحلوة. انت شو كنتي عم تساوي بغرفتي؟ جاكوزي ظريف. قلتي جاكوزي؟ لا 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 حبيبتي، يعني شوفي هي بنت كتير محترمة. جاكوجي عم تقول جاكوجي مو جاكوزي. ايه شو هي جاكوجي؟ هلا المهم مين بتكون هاي؟ ايه راج قول مين هاي؟ قول مين هاي؟ ايه ايه انا رح قلك، بس لحظة لحظة. بوبي مين هاي؟ بوبي قول مين هاي وخلصني. طيب طيب لحظة. طيب ماشي طيب، هاي بتكون الأنسة، اسمها الأنسة كوم كوم بانيرجي، كاتبة مسلسل فوربلاي. كوم كوم بانيرجي. بوبي انت شريك المعتمد بس مشان هيك مواقف. بعرف بعرف. اسمعيني بوجا، هي كاتبة المسلسل الشهير فوربلاي كوم كوم بانيرجي. يلي حكت على التليفون. ايه ايه هي هي البنت، قصدي اللي حكت على التليفون. ايه انت بتكتبي حلو كتير ومسلسل فوربلاي كتير ناجح. ايه انا كتير مبسوطة لانك جيتي لعنا وهالشي كله من حظنا انا وزوجي. ايه ها بريندا شو عم تساوي؟ انتي ما بدك تتعرفي على الكاتبة بنرجي؟ مرحبا أنسة. انا مو أنسة، انا مدام، المدام بوبي تشافلا. شو هاد؟ مدام التايل عندي. انت متزوج؟ ايه. يعني عندك زوجة؟ ايه. وامتى كنت ناوي تقلي؟ بعد المسلسل. حساب المتزوجين مختلف. ايه مو مشكلة. مدام تعي رجعي لعن زوجك. زوجي؟ مدام انا حابة خبرك انه زوجك ضعيف كتير. شو؟ قصده ضعيف بالكتابة. بالكتابة يا حبيبي. شوفي هو ما بيقدر يعمل شي. شو؟ وبعمره ما رح يعمل شي. خلص انسي. ليك اسم صفحتي على الفيسبوك دارتي فاتي. حاكيني صحي، معقول انسى هيك؟ تعالي من هلأ إذا احتجتي تبديله أنا بساعدك. حاكيني. شو؟ لو سمحتي لحظة، معقول
رح تروحي هيك؟ يعني نحنا لازم نوقع العقد، فشو رأيك تعدي ونضيفك شي قبل ما تروحي؟ تعرفي انتي طلعتي أفهم من زوجك الأهبل. بس لحظة، مين إجا هلأ؟ هاي، راج موجود؟ لا مرحبا راج، كيفك بابي؟ مرحبا، شو أخبارك؟ هي أجيت مشان الحفلة؟ يلا بنات، هون رح تكون الحفلة تبعنا، يلا يلا حفلة. على يسار. مرحبا، هاي بتكون بوجة وهي بيبا. بيبا شاولة. مرحبا، أهلين راج. أنت بالفعل لحظة مصرياتي. الجمعة. أي جمعة يعني؟ الجمعة السعيدة. شو راج بيكتب الشيء؟ مرحبا. أنت بالعادة ما بترقص، شو عم يصير هلا؟ ما بعرف لحالي صرت. عفوا، وين الشيك؟ راج أنت شو عم تسوي؟ عم أعطيها الشيك، قصدي إنه هي بدها الشيك. انت شو عم تساوي انسه كمكم؟ شو مين هاي كمكم؟ انا بكون الانسه هني بنرجي. كيف الصبيه الحلوه؟ الصبيه الحلوه. انا لا انا بالحقيقه كنت لك لا.